اهلا وسهلا بكم اصدقائنا الاعزاء في صالوننا المتواضع، صالون الانسانيين بالعربي، ونحن في باريس مع المفكر الكبير الذي ترون اسمه امامكم على الشاشه، الاستاذ الدكتور برهان غليون، استاذ الدراسات الانسانيه. واهم من منصبه الاكاديمي دوره الذي يجسد دور المثقف، يعني كما قال جرامشي، ووظيفة المثقف العضوي الذي هو لا يشتغل بالأكاديمية فقط ولا يؤلف ويكتب الكتب والمقالات فقط، ولكن أيضا متفاعل مع الوسط الثقافي والسياسي. أنا أول مرة أعرفه كان من سنوات طوال، قبل طبعا ما هو يعرفني بسنين، وكان كاتب كتاب اسمه اغتيال العقل. ده كان أول صلة ليا ببرهان غليون، وبعد كده كتاب عن النخبة وحوار بينه وبين سمير أمين الله يرحمه، الكاتب اليساري المصري الفرنسي الشهير. وبعد ذلك هذا الكتاب الذي أهدانيه بالأمس، يعني بي دي اف، واخدت نسخة أرجو لا تكون غصبا من الكتاب، سؤال المصير، قرنان من صراع العرب من أجل السيادة والحرية. ويعني طبعا مع قامة كبيرة زي أستاذنا الغالي برهان غليون نبدأ بالحوار. كيف يرى العرب الآن، وخصوصا أن السنة دي بالصدفة المحضة 1923 سقطت الخلافة العثمانية، انهارت مؤسسات يعني شبه الحضارة، هي كانت منهارة قبلها يعني، بس انهارت بشهادة الوفاة الرسمية، شالوا عنها أجهزة الإنعاش وأصبحت الحضارة الإسلامية يعني في خبر كان، وأصبحت هناك دويلات، سوريا ومصر قبل كده استقلت شوية من أيام محمد علي استقلال جزئي، لكن بعد انهيار الدولة العثمانية حتى تلقب السلطان حسين والسلطان فؤاد، وبعد كده تحولت إلى مملكة ودولة مدنية ليست سلطنة. السلطنة المصرية كانت في العشرينات، وبعد كده تحولت إلى المملكة المصرية. فلو ما نبص على الخريطة يا دكتورنا الغالي، وده أول يعني تساؤل نخش في الموضوع عن برهان غليون وسؤال أين المصير أو إلى أين المصير بتاعنا، 100 سنة الدول العربية أو أعضاء جامعة الدول العربية، وبرضو بنبه للإخوة اللي بيعلقوا يقول لك إحنا بنتكلم على العرب، إحنا بنتكلم دول الأعضاء في جامعة الدول العربية، سواء كانوا كرد، سواء كانوا سريان، سواء كانوا نوبيين، سواء كانوا عرب أو مستعربين، أمازيغ، أكراد، كل هؤلاء طلبة أعضاء في الجامعة العربية، حتى إشعار آخر يعني كل من يتحدث هذا اللسان. عشان كده كمان صالوننا اسمه صالون الإنسانيين بالعربي، مش صالون العرب. إحنا كل مستعرب حتى لو كان خواجة يعني من خارج أقطار العربية مرحب به ونتناقش معه ونتبادل معه الأفكار، ولعل يوما نعمل صالون الإنسانيين بالفرنساوي والإنجليزي أو بالصيني والهندي، مفيش مشكلة. لكن احنا دلوقتي اهو شغالين بالعربي مع العرب والمستعربين. طيب استاذنا العزيز، يعني بعد 100 سنه من انهيار الدوله العثمانيه، لو طلعنا كده في العالم شرقا وغربا نلاقي الدول يا اما بقت احسن، ايطاليا، المانيا، فرنسا اللي حضرتك عايش فيها، اسمها ايه دي، حتى الصين يعني 23 والنهارده، الهند، كوريا، يعني اسماء اسمي ما شئت، يا اما احسن او اقل سوءا، يعني الوضع احسن كثيرا او اقل سوءا قليلا او كثيرا، الا البلاد بتاعتنا. يعني انا اذكر واحنا صغيرين يقولوا لنا كان محمد علي باشا جاله وفد باليابان يشوف التجربه المصريه، ايام عبد الناصر قال وفد من كوريا الجنوبيه جاي يشوف، والناس كلها ربنا بيفتح عليها، واحنا ايه، المنطقه ملعونه ولا ايه؟ فهذا اول سؤال للاستاذ الكبير، وطبعا يعني منور الدنيا كلها، ويتفضل يعني كيف ترى، يعني قبل ما نقول سؤال المصير، سؤال المئة سنة اللي فاتت، حضرتك بتتكلم قرنين، أنا المئة سنة اللي فاتت كيف بتقراهم كمثقف ويعني ممارس للعمل الثقافي والسياسي؟ تفضل يا أستاذنا. أول شيء خليني يعني رحب فيك وأشكرك على الدعوة للحديث في الشرف ليا في نادي الإنسانيين، وأنا بعتبر نفسي أنه
من الإنسانيين عضو على رأسنا وعلى رأسنا أكثر من أنه أنا وبنتسب للإنسانيين أكثر منه للمثقف العضوي تبع جرامشي اللي كان يعني له معاني حمولات أيديولوجية وطبقية إلى آخره. فأنا بعتقد أنه لا نحن عم نشتغل بالسياسة، يعني أنا انخرطت بالسياسة من منطلق إنساني وأخلاقي وليس من منطلق يعني كمثقف عضوي ودافع عن طبقة أو عن إيديولوجية معينة. مشكلة العالم العربي طبعا هي يعني ما بدأت مع سقوط الدولة العثمانية، بدأت قبل سقوط الدولة العثمانية مثل ما كان مصير المسلمين كلهم، يعني وقت نحكي مسلمين كمان مش الهند وكذا، مسلمي المنطقة اللي كانوا تحت الإمبراطورية العثمانية إلى حد كبير. أنا بعتقد أنه مصير ما بيختلف على الإطلاق عن مصير ما يسمى كان يسمى بالعالم الثالث واليوم بنسميه الجنوب، بلدان الجنوب اللي هي يعني توسم وتحلل على أساس أنه هي متخلفة، وطبعا وفي أزمة مستمرة، ونحن في أزمة العالم العربي والمجتمعات العربية في أزمة مستمرة من على الأقل من نصف قرن. شو السبب اللي وصلت له هذه الأزمة واللي لساتنا عم غرقانين فيها، ويبدو شعور كبير عند العرب بأنه في انسداد حقيقي. هلا في فرضيتين يعني كانوا مطروحين بالحياة بالخمسين سنة الماضية. الفرضية الأولى بتقول أنه نحن مشكلتنا أنه عنا ثقافة وعنا تراث معادي للحداثة أو إلى حد كبير مناقض أو معارض أو متعارض معها، وهذا اللي ما عم خلينا ندخل بالتاريخ الحديث واللي أداننا بأنه نبقى مهمشين ونبقى فاشلين مثل ما يتصوروا العرب كله اليوم تقريبا، أو على الأقل قسم كبير من المثقفين العرب. الفرضية الثانية اللي أنا بدافع عنها وبقول أنه ما ممكن فصل التطورات الثقافية عن التطورات التاريخية الأخرى الاجتماعية والاقتصادية والتقنية والعلمية، وبقول أنه إذا بدنا نرجع لجوهر الأزمة اللي عم يعيشها عيش المجتمعات العربية، وأنا وقت بقول مجتمعات ما بحكي عن قوميات، بحكي عن نظم اجتماعية تكونت بعد سقوط الدولة العثمانية عبر دول قومية وقطرية ووطنية وإلى آخره. بقول مشكلة العالم العربي هي مثل بقية بلدان العالم الثالث إجهاض عناصر الحداثة الرئيسية، الثورة الصناعية، الثورة التقنية، الثورة العلمية، الثورة السياسية، يعني الدولة اللي بتعبر عن إرادة شعبها، وبالتالي والثورة الثقافية كمان جزء منها. يعني الفشل في الصناعة عمل طبقة كومبرادورية، طبقة عليا بتعيد إنتاج نفسها من خلال التواصل مع العالم المتقدم والتجارة معه، يعني من خلال تجارة لا حسن تبني صناعة ولا حسن تبني نظام إنتاجي منتج بالحقيقة. ونفس الشيء الدولة بدل ما تكون دولة تحرير للإنسان وتحرير للفرد وخلق مناخ جديد هو بنسميه الأمي، رابطة جديدة بين الأفراد بصرف النظر عن أصولهم الجنسية والعرقية والطائفية، خلقت الدولة ملك مجموعة صغيرة من الناس المسيطرين عليها سواء كانوا عسكريين ولا كانوا أوليغارشي عسكري مدني بنفس الوقت. والعنصر الثالث هو أنه النخبة المثقفة السورية العربية كمان خلقت ثقافة يعني كتير مرتبطة بتستبطن فيها عناصر الثقافة بالحقيقة الاستعمارية اللي هي بتفصلها عن شعبها وبتحاول هي أنه يعني تكون ممثلة للي بتسميه للحداثة، يعني عمليا للغرب في بلدانا ما حسنت تعمل ثقافة جديدة يندمج فيها الأفراد كلهم والجماعات كلهم. السبب الرئيسي بالوضع اللي نحن عايشين فيه هو إخفاقنا في تطوير الحداثة بأصولها الحقيقية بشروطها المادية. هل إخفاق هذا له نتائج سياسية ونتائج ثقافية إيديولوجية ونتائج كمان اقتصادية؟ نحن بلدان فقيرة غير قادرة أنه تأمن حتى شروط الحياة البدائية الأولى للأكل والشرب والملبس والسكن إلى آخره للأفراد، فكيف
ما بالك بالأمور الإنسانية الأخرى، الحريات والقيم الأساسية الأخرى. خلقنا دولي لأنه أجهضت الثورة الإنتاجية والصناعية والتقنية. خلقنا دولي، دولة نخبي، أنا بسميها دولة مملوكي خاصة، يعني هي ملك خصوصي عمليا للنخبة، وبتدافع عنها بكل الأسلحة وبالأجهزة الأمنية وبالأجهزة العسكرية، ومستعدة تبيد كما حصل مثلا بسوريا، تبيد نص الشعب مشان تضمن بقاء في السلطة، مشان هالنخبة تضمن بقاء في السلطة. فهذا فشل ذريع للدولة المؤسسة لأمي ولوطني ولفرد حر والحريات أساسية ولسلطة قانون إلى آخره. نحن ما عندنا وفشل كمان الثورة العلمية والثقافية، يعني اللي بتعني أنه خلق مواطنين عندهم رؤية مشتركة، عندهم تكوين علمي تعليمي يعني أساسي، كمان أدى لأنه انهار كل البناء الثقافي. اليوم ما في شيء اسمه رؤية ثقافية مشتركة عند العرب، في تيارات متصارعة مرتبطة بالصراع على السلطة ومرتبطة بالصراع على الموارد. حتى الدين أعيد تأويله بما يسمح له، بما يجعله دين سلطة، بما يجعله أداة بإيد السلطة، مش بس عند الجمهور اللي أو الفئات اللي تمثلت الإسلامية الإسلام كسياسي، وإنما عند الدول السلطات نفسها. اللي بيستخدم اليوم الدين حقيقة أكثر من الشعب من أجل السلطة هي النخبة الحاكمة. هني بيفرضوا على الشيوخ الدين وعلماء الدين، هني أخذوا السلطة الدينية، يعني اللي ممثل برجال الدين رهينة إلهم، وصاروا يستخدموها من أجل شرعنة سلطتهم، سواء بتعيين المفتي أو بتعيين الشيخ الأزهر أو بتعيين الإمام بالجامع، أو حتى في بعض البلدان تكتب خطب الجمعة من قبل المخابرات ومطلوب من أئمة الجوامع. إذن أجهضت حتى السلطة الدينية، ما عاد في سلطة دينية، وإذا ما عاد في سلطة دينية تشريعية كل واحد بصير بفسر الدين، كل فئة كل مجموعة، صار الدين منصات مثل ما صارت سياسي، كل واحد عنده رؤية مختلفة بيقول لا الإسلام هو هيك، الإسلام هو هيك، الدين هو هيك. ففقد حتى الإسلام اللي كان موحد صار مقسم للجماعة بسبب فشلنا في هذه الثورة العلمية والثورة التعليمية. والقبول العلمية يعني تعليم الناس بمناهج صحيحة وعقلانية بالآخر، فشل التعليم خليني أقول بالعالم العربي. ونفس الشيء المثقفين شعروا بحالهم أنه بهالفراغ اللي صار وبهالسيطرة اللي رجعت جديد، مش لرجال الدين بالحقيقة، السيطرة للتيارات الإسلامية ضد رجال الدين في معظم الوقت، لأنه رجال الدين أخذتهم الدولة، أخذتهم السلطة الحاكمة. بهالجو وجدوا المثقفين نفسهم عبارة عن يعني زمرة صغيرة معزولة ومسحوقة بالأحرى بين السلطة وأجهزتها العنيفة والشرسة والمستشرسة، وبين حركات الاحتجاج ذات الطابع الإسلامي أو ذات الطابع الديني، اللي هي تكونت مش حسب صورة الإسلام بالماضي، وإنما كنقيض للسلطة القائمة، كنقيض شبيه بنفس الوقت بالعنف، باستخدام العنف للعنف اللي موجود عند الطبقة الحاكمة. لذلك أنا بقول إذا بدنا نفهم وضع العالم العربي، وهذا اللي حاولت أعمله بالكتاب وضع المجتمعات العربية، لازم نرجع لفشل العرب. وهلأ بدي أقول العرب بين قوسين، لأنه العرب ما أنا كلمة واحدة. فشل النخب العربية السائدة، وقت بقول نخب يعني أصحاب النفوذ مثل ما بقوله بالإسلام، كان التاريخ الإسلامي أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد، يعني اللي عندهم سلطة اقتصادية وعندهم سلطة سياسية وعندهم سلطة ثقافية وعندهم سلطة دينية، هدول كلهم هن نخبة المجتمعات، يعني عادة بكل المجتمع. فشل هذه النخبة في أن تحقق الانتقال من نحو مجتمع حديث، وتوجه الموارد الموجودة البشرية والطبيعية من أجل بناء هذا النظام الجديد، يعني حداثي فعالي منتجي، وليس كما هو الحال اليوم حداثي رسي ما إلى أي معنى، ما مرضي لا على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى السياسي ولا على المستوى الثقافي. ثقافي مطبوعة، حداثي مطبوعة بالعنف ومطبوعة بالصراع والتمزق
وهذا اللي نحن عايشين فيه. هذا أنا برأيي جوهر المشكلة. هلأ بعكس ما بينقال، يعني عادة مش السبب في هالإخفاق أنه عنا تراث ما نماشي، كل تراث العالم ما كان حديث، بما فيه الأوروبيين ما كان عندهم تراث، ما ورثوا الحداثة عن الدين المسيحي، ولا خلقوا الحداثة كعمل من خلال مؤسسات العمل اللي خلقوها من خلال الصناعة والرأسمالية والمراكز الأبحاث والدولة اللي اتقاتلت مع شعبها حتى تحولت إلى دولة وطنية، يعني دولة خاضعة على إرادة شعبها، وهذا معنى الديمقراطية. وخلقوا ثورة علمية بالمعنى الحقيقي للكلمة، يعني تعليم قادر أنه يخلق من الناس قوة منتجة وقوة فاعلة وأفراد قادرين أنه يتحكم، أنه يفكروا بعقلهم حول مصالحهم ومصالح الجماعة. فأنا بعتقد أنه هاي آخر كلمة بدي أقولها. على مهلك يا دكتور. الأزمة اليوم مش أنه الناس متمسكين بتراثهم، هذا غلط المثقفين اللي أنا أنتقد نظرتهم. السبب هو أنه الجمهور العربي يعني اللي بالعايشين المجتمعات العربية، الفرد في المجتمعات العربية مثل ما هو بكل أنحاء العالم باستثناء بعض الغابات المغلقة، أصبح عنده تطلعات لا تختلف أبداً عن تطلعات الشعوب الأوروبية اللي هي مركز الحضارة. يعني بده يعيش بحرية، يعني بده يكون عنده مورد مادي يسمح له أنه يأمن مقتضيات العيش الكريم، يعني يكون يأكل ويشرب ويكون عنده سكن ويكون بدون ما أنه يتعذب ويشحد ويلم أكل، يبعث أولاده ويلموا الأكل من حاويات الزبالة إلى آخره. الثقافة والوعي عند كل فرد حتى غير المتعلم صار مشان حياته كل معنى، لازم يكون عنده مستوى حياة مادي كريمي، لازم يكون يحترم وتحترم كرامته ويشارك في السلطة وينتخب وما يفرض عليه الحاكم بالبلطجة وبالعنف وبالضرب وبالقتل وبالتنكيل بأجهزة الأمن والمخابرات، ولازم كمان يشعر أنه هو وجوده له معنى، لازم يتمتع بشيء اسمه اليوم الفنون، الموسيقى والفن والثقافة والعلم، ويكون عنده حد أدنى من الشعور بأنه هو أصبح إنسان العصر، إنسان من بقلب العصر ومن العصر، مش إنسان عايش بالقديم. المشكلة أنه إذن هذا الوعي صار كله وعي وتطلعات، يعني بمعنى تطلعات فعلا حديثي، لكن مقابل بقاء شروط إنتاج الحياة الاجتماعية أكثر من بدائية. مشكلة ما يمكن أن ترضي أي تطلع من تطلعات الفرد، لا المادية ولا السياسية ولا الثقافية ولا النفسية. إنسان شاعر بأنه محروم، إنسان شاعر بأنه هو ضحية، إنسان شاعر بأنه انتزعت منه حقوقه، ما عنده لا حقوق ولا عنده أي مردود، يعني موارد. لذلك هالتناقض هذا العميق هو سبب الأزمة في كل المجتمعات العالم الثالث ومنها المجتمعات العربية. ناس بدهم ما عاد يحسنوا، لأنه وقت تطور تطلعاتهم صاروا يشعروا بالحرمان أكثر. مش إنه كانوا عايشين من قرنين أفضل، بس من قرنين كانوا راضين، كانوا بيعتبروا إنه هذا شيء طبيعي إنه الناس كلها عايشة بهالظروف. اليوم قدام التلفزيون والثقافة والانفتاح على العالم ما بيقبلوا إنه يكونوا هني أقل من باقي البشر، أنصاف رجال ولا 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 عبيد ولا مضطهدين ومحرومين من حقوقهم الأساسية. بس بنفس الوقت الظرف التركيب العالمي لتوزيع الموارد ولتطور الإنتاج والصناعي وعلاقات القوى الجيوسياسية تمنع أن توجد هالشروط اللي بتسمح لهم يحققوا تطلعاتهم. ففي درجة من الحرمان ودرجة من الإحباط ودرجة من الشعور بالإخفاق مدمرة اليوم. هذا هو مشكلتنا،
هلأ بدال ما نشوفوا النخب يعني الحاكمي والمثقفي يشوفوا إنه المشكلة مش بالتراث، بالمشكلة بليش ما حسنا ننجح بتحديث هالمجتمعات، ليش ما عرفنا نأسس دولة، نأسس ننتج مؤسسات للبحث العلمي، ننتج جامعات ذات قيمة، بدال ما يبحثوا بالشروط المادية للحداثة راحوا يقولوا الحق على التراث، بمعنى الحق مع النخب اللي هي حاكمة، الحق على الشعب اللي لساته متعلق بالتراث. ما صحيح ابدا انه الشعب متعلق بالتراث، ووجود الحركة الإسلامية ما بيعبر ابدا عن تألق. طب كيف تقرأ وجود الحركات الإسلامية وسيادتها في المنطقة العربية، ويعني معظم الدول اللي حصل فيها ربيع عربي، وحضرتك يعني كنت فاعل ولك دور في هذا على الأقل على مستوى الملف السوري، فكيف ترى يعني صعود الإسلاميين في تونس وفي مصر وفي اليمن بالشيعة والسنة بتوعهم وفي ليبيا وأيضا في سوريا الجبهات المختلفة؟ يعني بغض النظر عن نظرية المؤامرة والغرب والأنظمة، لكن هذه التيارات الدينية ليها يا قواعد شعبية يا بتعرف إزاي تدغدغ مشاعر العامة وتعدهم وتمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورة. فتفضل أستاذنا. الحقيقة أنه اللي بحاجة لتفسير مش الحركات الإسلامية بتفسر إخفاقنا، إخفاق النخب بتطوير المجتمعات العربية. صعودة، ومثل ما كانوا يقولوا الصحوة الإسلامية، وهلأ يعني الكبوة أكثر من صحوة صارت سيطرة إيديولوجية الإسلاموية، ما الإسلامية يعني مش الإسلام، سيطرة إيديولوجية سياسية باسم الإسلام، احتجاجية عنفية باسم الإسلام. هذا عايز بس لحظة واحدة أقطع حضرتك وأنوه للأصدقاء اللي بعدين أسئلة كتير، أصبروا شوية علينا نص ساعة وحطوا الأسئلة، لأن لا أستطيع قراءة الأسئلة يعني إلا بعد فترة. حطوا الأسئلة ومرحب بها كلها طالما في موضوع الحلقة وطالما مكتوبة بلغة رشيقة مهذبة كالعهد بأصدقاء صالون الإنسانيين بالعربي، فمرحب بها. فياريت يعني الأسئلة تستنى شوية والتعليقات مرحب بها والنقد مرحب به طالما في حدود اللياقة. تفضلوا. تفضل دكتور. فأنا رأيي أنه الصحوة الإسلامية بين قوسين هي اللي تحتاج إلى تفسير. شو اللي بفسرها؟ اللي بفسرها مش أنه التراث كان هيك، ما كانت في حركات إسلامية بحياته، ما ظهر في التراث الإسلامي كان الإسلام بإيد السلطة، بإيد الحاكم هو اللي بعين كمان المفتي بالسلطنة العثمانية والناس خاضعة، وما كان في يعني نزاع على الدين، كان في تفاهم حول السلطة الدينية إلى مكانها بالقضاء والفقه وإلى آخره، والسلطة السياسية إلى مكانها، يعني كان في طريقة ما شكل من أشكال العلمانية للدولة أكثر بكثير مما هو حاصل اليوم. اللي خلى اليوم اللي بيفسر اليوم صعود الحركات الإسلامية هو بالضبط فشل الثورة التحديثية اللي قمنا فيها، اللي بدأت من الاستقلال حتى الستينات السبعينات، فشل على جميع الأصعدة، وبالتالي انهيار شرعية الأفكار التقدمية والحديثة. بتعرفوا أنه حتى سنة السبعين الرأي العام العربي والعالم الثالث، نحن ما لنا مختلفين أبدا، الرأي العام الجمهور بالعالم الثالث كان كله تقدمي، يساري وماركسي وشيوعي وقومي يساري وإلى آخره، ما كان أبدا إسلامي. الإسلاميين اللي كانوا قبل، مثلا اللي عايش كان بمصر ولا بيعرف تاريخ مصر، قبل صعود الناصرية، قبل الثورة المصرية اللي بعدين تحولت لناصرية، كانوا الأخوان المسلمين قوة كبيرة كتير بسبب الأزمة الاجتماعية كمان. وقت إجا مشروع التحديث، شو مشروع القومي العربي كان، سواء كان الناصرية ولا البعث، شو على شو قامت شرعيتهم؟ أنه نحن بدنا نلحق بركب الحضارة، بدنا نقدم، بدنا نصنع، بدنا نوزع الأرض على الفلاحين، بدنا نخلق أمي متحدة متفاهمة، بدنا نخلق دولة قومية ذات قدرة على الدفاع عن نفسها وتأمين الأمن والغذاء والكرامة للمواطن. وقت الفشل هالمشروع راحت معه كل الإيديولوجية التقدمية طبعاً، اللي هي كانت يعني شو بدي أقول المنير إله، اللي مضيء عليه، هي كانت الإيديولوجية التقدمية. وبالحقيقة ما بس سقطت عن كل العالم الثالث،
سقطت حتى في بلد الأصل اللي كان معتمدين نحن عليه اللي هو الاتحاد السوفيتي. كانوا الناس مراهنين أنه هالإيديولوجية إذا طبقناها بتعمل فينا مثل ما كان الاتحاد السوفيتي معتقدين نحن أنه كان تقدم بسرعة هائلة بتسمح لنا أنه نتقدم ونواكب الغرب ونتجاوز، وكان في شعور أنه السوفييت حققوا التقدم اللي نحن نبغيه. مشان هيك صاروا الناس راحوا كلهم للاتجاه التقدمي. وقت اللي انتكست هالتجربة انتكست مع الإيديولوجية التقدمية وخلق فراغ سياسي. هالفراغ ليش احتلوا الإسلامي، طلع الإسلام أو المثقفين، أخذوا جزء كبير من المثقفين كان قسم منهم ماركسيين دخلوا بالإسلام باسم الجمهور. إذا بتتذكروا في أسماء يعني كثير صاروا إسلاميين بعد على أساس أنه يعني يرتبطوا أكثر بالجماهير. بعد ما انتكست هالثورة المثقفين ما عرفوا يقوموا بالنقد الضروري لأسباب هالإخفاق. ما حدا من النخبة الحاكمة لا الاقتصادية ولا السياسية ولا الاجتماعية ولا الثقافية رجعوا فكروا بنقد ذاتهم، بنقد التجربة اللي هن شدوا الجماهير إلى اللي هي بقصد التقدمية الاشتراكية والقومية إلى آخره. ما نقدوها، سكتوا، اعتبروا أنه هذا يعني أمر طبيعي. ما بصير إذا ما انتقدناها وأعدنا بناء المؤسسات اللي كنا الراهنة اللي فشلت وأخفقت وأقمنا مؤسسات جديدة، منا دولة يشارك فيها الشعب، منا ثقافة مراكز علمية وتعليم وإلى آخره، إعادة الاستثمار في التعليم، إعادة الاستثمار في الفرد وكرامته وحرياته، وإعادة الاستثمار في الصناعة أو في مشاريع صناعية مثلا، خلق سوق عربي مشترك. لو حصل بعد هالإخفاق اكتشفوا كتبوا الباحثين والمثقفين أنه لو عملوا سوق عربي مشترك حتى بإطار ليبرالي كانوا حققوا نتائج هائلة على مستوى السوق الواسع. ما عملوا شيء، اتمسكوا بالسلطة، وبدال ما يصلحوا الحكم الاستبدادي الدكتاتوري اللي كان دكتاتوري شعبي، يعني الناصرية ما كانت دكتاتورية قتل وذبح وتنكيل وسجون، رغم انه يعني حصل بس ضد المعارضين اللي هو ما كانوش يمثلوا الاغلبيه، بس ضد معارضين محدودين، يعني ضد المعارضين للنظام الاسلاميين والشيوعيين الاخوان والشيوعيين. انما بدل ما انه يعيدوا يصلحوا مؤسسات الدوله ويعملوها احدث، يعني يعملوها حديثه فعلا، يعني يشعر الفرد انه هو مسموع كلمته، له دور، بيحسن يتظاهر. طب خليني بس بدي اكمل النقطه دي حضرتك. قالوا لا نحن ما اخطانا، ما قالوا هيك، قالوا الخطأ ما نحن، الخطأ هو نحن شعبنا هو ما في. مين اللي وراء فشل تجربة التحديث؟ مش الشعب، الشعب كان ماشي معكم. وإذا قلت أنه الشعب هو المسؤول لأنه متمسك بتقاليده، هذا كله كذب، ما صحيح، ما كان كان لاحق الشعبية اللي صارت لحركة ناصرية لعبد الناصر كشخص، وما كان عبد الناصر يعني يدعو للتراث وإلى آخره، كان عم يحاول يعمل تجربة حديثة. ما شاف ولا حاكم بلا بالتاريخ الماضي ولا بالتاريخ ولا خليفة ولا سلطان ولا حيشوفه بالمستقبل. كل تطلعات الناس وشوق لأنه يصيروا مثل العالم الآخرين، يعني أنه يدخلوا بالحداثة، تراكمت حول هالشخصية اللي صارت شخصية كانت كاريزمية وقادرة أنه تعبر عن تطلعات الناس. وقت الفشلت ما حسنوا المثقفين عم قول ينتقدوا التجربة مشان يصلحوها، سكتوا وقالوا أنه ما في خيار إلا نأيد الدول الموجودة السلطات الموجودة، يعني نأيد الفساد، يعني نترك الفساد يستشري. وهذا اللي وصلنا له، الأنظمة بدال ما تصلح نفسها وبدال ما تطلع نخبة تنتقد، رجعوا طوروا فكرة أنه لا، المشكلة أنه بالشعب لأنه ما نو متنور. طيب إذا حتى إذا الشعب ما متنور، ليش؟ مين المسؤول عن تنوير الشعب؟ مين المسؤول عن تعليم الشعب؟ مين المسؤول عن صرف موارد في المدارس مشان يتعلم، ولا خلق ورشات عمل إله، ولا خلق نوادي ثقافية؟ هو بده يجي العامل والفلاح والنجار، بده يجي هو يحط مؤسسات وأسس التنوير، ولا الدولة لازم تحطها والنخب الحاكمة بما فيهم النخب الاقتصادية والاجتماعية اللي عندها فلوس وعندها موارد
وراكمة موارد شو خلقوا؟ وين شفتوا اقتصاديين خلقوا مثلا منتدى ثقافي ولا خلقوا جمعية خيرية ولا؟ هاي السبب الرئيسي هو استقالة النخب العربية بعد الهزيمة. ما بس فشل التحديث، فشل الهزيمة في المعركة ضد إسرائيل اللي هي دول صغيرة مقابل كانت مجموعة من الدول العربية يعني ذات وزن كبير بشريا وإنسانيا وثقافيا. إذن لم تتحمل النخب العربية بكل فئاتها مسؤوليتها عن الفشل، هذا اللي خلى الإسلاميين يصعدوا. طيب خليني أقول لحضرتك إن العوامل زي ما درسنا يعني في العلوم السياسية والعلوم الاجتماعية، ما بيبقاش عامل واحد هو سبب تخلف شعب، أو عامل واحد هو سبب تقدم هذا الشعب. ففي ناس مثلا لما تيجي تتكلم في أسباب الانحطاط العربي خلال 100 سنة الماضية يحذفوا الكرة في ملعب الدين، في ناس يحذفوها في ملعب الثقافة العربية والشعب المتخلف، في ناس يحذفوها في السلطة الفاسدة المستبدة المستبد ويطلبون المستبد العادل، وفي ناس بيرموا المشكلة على النظام العالمي والغرب والاتحاد السوفيتي أو أمريكا أو إنجلترا أو فرنسا. هل حضرتك معايا إن ممكن يكون الخلطة دي كلها محتاجة تثوير، والجزء الأساسي هو المرتبط بالذات قبل المرتبط بالآخر؟ يعني أنا إذا كانت الذات فيها معطوبات وإشكالات، فأنا يعني أنا عايز أصلح أمريكا وأنا خربان، طب ما أصلح نفسي وبعد كده أحاول أواجه أمريكا وأصلحها، أو غير أمريكا يعني مش بالضرورة الآخر هو أمريكا هو فقط. فال يعني الرؤية الجزئية لبعض ممكن المثقفين اللي بتخلي المشكلة في الحاكم أو المشكلة في الفلان أو علان. أنا ليا قول في الورقة المتواضعة اللي قلت لك عليها اللي كتبتها حضرتك دي بعد سقوط نظام مبارك في 2011، يعني ان لما عمر سليمان طلع ايام ال 18 يوم، واكيد حضرتك تذكر لما قال في الحديث مع السي ان ان فيما اذكر احد المذيعات قال لها بط هوين، يعني الديمقراطيه حاجه حلوه بط امتى يعني، ولكن متى الشعب غير مستعد. فانا بقول دي لو قالها مثقف زي حالاتي كده غلبان يعني بيحب الثقافه على باب الله، قاعد في قهوه ولا قاعد فوق سور الصين العظيم ولا قاعد على البحر في اسكندريه، ممكن اقبلها منه. لكن لما يقولها واحد في السلطه بقاله 30 سنه يعني، طب انت بتعمل ايه؟ طب انت يعني كده كان راجل في نظام مبارك اللي هو النظام بقاله 30 سنه والشعب بيشتكي ان الشعب جاهل. انا ممكن اشتكي ان الشعب جاهل وانا قاعد بشرب شيشه على القهوه او قاعد في منتدى ثقافي يعني زي مثلا فؤاد نجم ولا زي يعني الناس اللي هي ملهاش لا في السياسه ولا في ولا بالعير ولا بالنفير، مجرد لا يملك الا لسانه وقلمه. فساعتها يقعد ينتقد الجماهير، ينتقد المثقفين، ينتقد النخبة الحاكمة، النخبة المثقفة، النخبة الاقتصادية، ينتقد العالم، فهو حر. لكن أن تكون في المنصب وتنتقد في هذه يعني نكتة، يعني زي أفلام إسماعيل ياسين كده. فإيه رأي حضرتك في التشكيلة دي؟ وعايز برضو أرمي في ملعب حضرتك كرة، وهو يعني كما برضو يعني كنا درسنا إن النظم الاستبدادية مش كلها أدت إلى تخلف اقتصادي. الاستبداد اكيد سيء، ونحن وانا لست معه يعني جمله وتفصيلا، ولكن في نظم من غير حنجوريه يعني في كوريا الجنوبيه، سنغافوره، نماذج الصين نوعا ما مرت بمراحل استبداديه قد تكون مرت ولم تتخلص منها حتى الان بعضها، وبعضها تخلص منها، ولكن حققت معدلات في التنميه الاقتصاديه والتنميه في مجال التعليم والتنمية في مجال الثقافة نوعا ما، وبعضهم كمان كمل في التنمية السياسية في أن أصبح في مجتمع ديمقراطي زي مثلا هونغ كونغ سابقا، زي اسمها إيه دي كوريا الجنوبية، زي ماليزيا، زي سنغافورة، تجربة أوكرانيا، كلها تجارب خرجت من رحم ممكن نقول نظم عسكرية واستبدادية. إحنا عندنا الاستبداديين بقى هنا الثلاثي المرح بتاع يعني صدام او عبد الناصر او غيرهم، دخلوا في مشاريع يعني ايه هنرمي اسرائيل في البحر، فتح القدس عن طريق طهران، مش عارف كان عنده حول
ولا ايه؟ شايف القدس عايز يروح يفتحها عن طريق الهند، واشياء من هذه الشعارات اللي دخلت النظم في مزيد من التخلف والنكبات للمجتمع. يعني حسني مبارك قال كلمه اللي كان على صدام وايام حرب العراق والكويت وبتاع، قال انا لو معايا يعني شعب قليل زي شعب صدام وكل الموارد دي، اخلي العراقيين دول احسن ناس في جامعه الدول العربيه، احسن من السعوديين واحسن من اهل الخليج واهل شمال افريقيا. لكن عبد اسمه ايه ده صدام حسين دخل يمين وشمال وضيع الموارد، وكذلك القذافي فعل في ليبيا نفس الشيء. بس أنا يعني انا عايز اقول لك، يعني اولا لو هنقول عشان كلمت كتير انا، فتوزن لي بميزان حساس الدين اهو، المجتمع وتخلف المجتمع وكده، دور النخبة الحاكمة، المجتمع الدولي، او ما تراه او ما يستجد في عيون الاستاذ برهان. اولا على قصة مبارك، كلام مبارك، انا برأيي الموارد المصرية اهم من موارد العراق. الموارد هي الاساسي الشعب. الصين والهند عدد ضخمة وعرفوا يعملوا حاجة. يعني بقصد انه مصر فيها موارد اهم بكتير كانت، مو بس بالاقتصاد. الاقتصاد مش مهم، يعني مش هو الاهم انه يكون عندك موارد طبيعية، نفط وغاز وكذا، عندك شعب وكوادر وقدرات انت ما عرفت تستغلها. بس بدي ارجع للسؤال الرئيسي اللي حكيت، اللي هو الوزن النسبي، وبعدين نشوف موضوع الاستبداد. اكثر خطأ بيرتكبوا المثقفين العرب تفضل هو انهم يبحثوا عن سبب. ما بينبحث عن السبب، ما في سبب واحد، ما في تاريخ، ما بيمشي انه انا بدفعه من هون ولا الثاني بدفع. هو المشكلة مجموعة عوامل، هي شو اسباب الاخفاق، يعني كيف اخفقنا، كيف فشل مجتمعات عربية. يعني عندها كان إمكانيات وموارد ومجموعة دول وأسواق وموارد طبيعية والآخر، كيف فشلت؟ فشلت مش لأنه كان في دين، ولا أنه كان في دكتاتورية، مش لأنه الدكتاتورية صارت بعد الفشل، جزء من الفشل هو تحول الحكومة حكومات تسلطية إلى حكومات يعني استبدادية عنيفة ووحشية. لا، السبب هو أنه النخب ما عرفت أول شيء تستفيد من الموارد تبعها، مثل ما قلت الموارد الطبيعية والموارد البشرية، ما عرفت تبني خطط سياسية للتنمية، ما عرفت تبني مؤسسات علمية مثل العالم، ما عرفت تبني مراكز بحث، ما استثمرت في القطاعات اللي لازم تستثمر فيها مشان تنهض بالشعب وتنهض بالاقتصاد وتنهض بالعلاقات الاجتماعية. يعني أنت هذا هو المسألة، شلون تنجح. هلا في مسؤولية، وقت بدنا نحكي عن السبب يعني عن مسؤولية، في مسؤولية بهالفشل بإقامة مؤسسات الحداثة الجدية على النخب اللي ما عرفت تقدر الموارد اللي عندها وتستفيد منها، وفي جزء منه مرتبط بالنظام العالمي طبعا. وهذا والدليل على هالشيء انه العرب مش وحدهم اللي دخلوا بهالوضع. العالم الثالث ليش اسمه في تخلف وعالم ثالث؟ لانه في نظام عالمي عم يوزع الموارد. شو كان هدف الاستعمار؟ هدف الاستعمار كان السيطره على موارد الدول المجتمعات الاخرى، وبعدين اخذ مواقع يحتحسن الدول الكبرى ذات الاقتصاد الرأسمالي والكبير، تضل عم تنهب بشكل مباشر او غير مباشر موارد هالدول. اذا كان لازم يكون في تفكير بايجاد حل لهالسيطره الخارجيه اللي عم تنهب الموارد، وعم تنهب حتى الموارد البشريه. نحن منوزع المهندسين واطباء والى اخره للدول المتقدمه اليوم، ولازم تبحث كانت بانه شلون بدها تأمن الحد الأدنى من سيادتها واستقلالها مشان تسيطر على مواردها وتستثمر هالموارد لصالح شعبها. بس لأنه هي ما كانت تفكر بالشعب، كانت تفكر بنفسها وتشوف أنه هي، وهذا الثقافي هون اللي ساعدتها، وتشوف أنه هي يعني إذا بدها تعيش مثل الأوروبيين، النخبة بدها تعيش على المستوى النمط الاستهلاك اللي عايشينه بالغرب، ما في إمكانية إلا التفاهم مع الغرب. طيب. يعني الشراكة مع السيطرة الغربية ضد الجمهور، وهذا اللي صار. نحن دخلنا بنظام
عمليا في تحالف بين النخب المحلية والطبقات السائدة والغنية والعالم الخارجي. مشان هيك يعني أنا بقول هدول يعني عبارة عن أوليغارشية، ما عندنا طبقة برجوازية صناعية بالمعنى الحرفي للكلمة، هدول حواشي للسلطة منتفعين جبهة منتفعين للخارج، لكن مش طبقة برجوازية أو طبقة صناعية ما تكون حتى طبقة برجوازية وطنية تحسن تسمر أموالها وتشغل الناس. أهم شغلي بالحداثة إنك تلاقي فرص عمل للناس. طيب خليني أقول لك، لو قلت الوزن النسبي حضرتك قلت ولا أنا مؤمن به، وهو أن هناك دائما مجموعة عوامل. طبعا. ممكن نختلف في الوزن النسبي، لكن أنا شايف يعني كله ثقافة الكون الوسطى، لو قلنا بنسبة قد إيه مسؤولة عن تخلف العرب ولا أو صفر صفر أنت بس اسمعني. أيوه. ثقافة القرون الوسطى مسؤولي صفر. آه. بس الثقافة السائدة بالعالم العربي اليوم ما تقول لي في فرق. أيوة. بين انك تقول الثقافة السائدة اليوم بالمجتمعات العربية والثقافة الوسطى. الثقافة السائدة بالعالم مسؤولة الى درجة كبيرة كمان عن هالتغطية على هالمشكلة. ايه مصدر الثقافة؟ اسألك سؤال. مش ثقافة القرون الوسطى، هاي الثقافة مرتبطة بالشروط بالسياق التاريخي وسياق الفشل اللي أنا حكيت عنه والهزيمة والتحدي الإسرائيلي وغسل دماغ النخب وشراءة بالمعنى النخب الحاكمة ولا النخب المثقفة؟ وقسم منها المثقفة طبعا. طبعا يعني طيب. المثقفة اللي ما عاد تتصور نفسها أنه يعني أنه قريبة من الشعب اللي شايفته جاهل وأمي وما عنده قدرة أنه يطلع من أزمته من مشاكله. يعني النخبة المثقفة بدال ما ترجع تشوف المشكلة أنه قطيعة بين النخبة والشعب، يعني فضلت أنه تسكت بأي معنى. ليش ربحوا الإسلاميين؟ كانوا أقلية صغيرة صار، لأنه قادوا حركة، مثلوا جسدوا حركة الاحتجاج ضد النظام القائم. النظام مش السياسي بس، ضد النظام الاجتماعي القائم اللي هو نظام ظلم وقتل ويعني حرمان. بينما سكتوا المثقفين ومضوا وقته كلهم مشان يعني وجهوا جهدهم بقصد لنقد التراث، يعني لعامل ما له دور إطلاقا بالمعركة، بدل ما يخوضوا المعركة ضد الشروط اللي وصلتنا للإخفاق، يعني ضد النظم السياسية وضد الأفكار والثقافية وإلى آخره، ضد ما بس ثقافي واقتصاد واجتماع وكذا، ويشتغلوا مع الناس وينزلوا على الشارع وينظموا الجمهور ويقودوا حركته ضد النظم الفاسدة. طيب. فضلوا أنه خليني أعطيك مثال، أنه يرموا المسؤولية على القرون الوسطى. ما له العلاقة الجنود مش كل الوسطى، لا هو تمثلات مش كل الوسطى طبعا، يعني هلا هاي تمثلات طلعة، والغزالي وابن جاوندي والمعغي الله يرحمهم جميعا وابن رشد، هدول كانوا منسيين تم إحيائهم في العاصر تماما. ليش؟ السؤال شو اللي دفع لإعادة إحياء قسم منهم وأحياءهم؟ ما مش كلهم طبعا، في قسم أنا عايز أحيي ناس وأنت في ناس تانية، أنا عايز أحيي المعاقل. ما إحنا أنت عم تحكي المعاقل هذوليك أحلو الطرف اللي الأفكار اللي هي بتنسجم مع رغبتهم بالعنف صحيح. بكل الأديان ما في دين ما في. طب خليني أضغب لحضرتك مثال توضيحي، وممكن حضرتك لما تعلق عليه تطرح الأمور. ولسه برضو موضوع كوريا مش ناسيه، اللي هو المقارنة بين نظم استبدادية نفعت ونظم استبدادية ودتنا في 60 داهيه، يعني الفرق. انا ما جاوبت بطريقه، قلت لك الخيارات السياسيه استثمروا بالصناعه وبالزراعه وفرضوا سيادتهم على مواردهم وما دخلوش في قضايا وما دخلوش قضايا خاسره ولا وما يعني مثلا يعني زي ما بيقول العراقيين، يعني صدام حسين، مش عايز اقول الكلمه اللي بيقولوها العراقيين الشخص، يعني مش ولا بد ان هو لما يخش دخل دولة في إيران ودولة في حرب في هلا هاي عليها نقاش ما بتحسن لأنه المنطقة كلها يعني شو بدي أقول مغامرات صبيانية، منطقة مشحوني بالصراعات ومشحوني دوليا مشحوني، لأنه في الغرب فوق رأسها يعني، وفي إسرائيل في النص، وإيران طلعت بثورة كمان بدها تخترق العالم العربي، والدليل أنه اخترقته يعني يعني في تحدي بعض الدول اكيد، في تحديات كبيره كثير بالمنطقه. اي ما اعرف، في هاي بيرجع بدك تنقد انت شو النقد،
يعني تشوف الخيارات السياسية لصدام والخيارات السياسية لعبد الناصر والخيارات السياسية للبعث هل كانت صحيحة من أجل التأقلم ومواكبة العصر من أجل الدخول في في عالم الحداثي، ولا كان فيها أخطاء على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى العلمي وعلى المستوى التقني؟ وين المراكز التقنية والعلمية والآخر اللي بدأت تحمل، وين حامل الفكر الجديد؟ ما في، ما فيش. والحتى يعني مثلا هيئة الطاقة النووية كان ابن عم والدي الله يرحمه، والله يرحم والدي، كان شغال في هيئة الطاقة النووية وبعد كده سافر على أمريكا واشتغل هناك خبير حتى توفى من 10 سنوات. فابن عم بابا كان هيئة الطاقة النووية بيروح يقعد يقرأ جرايد، يشرب شاي، ياكل فول، ويعني عنوان ضخم. عندنا احنا هيئة الفضاء بالمناسبة في مصر أيام عبد الناصر تأسست وموجودة حتى الآن، لكن في الطراوة ما بتعملش حاجة، يعني إلا أنا مثلا بتدعى بصواريخ العيد. كل الطلبة اللي راحوا عملوا شهادات متقدمة بعلوم يعني متقدمة بالغرب رجعوا ما عندهم شغل، لأنه رجعوا صاروا من رأس مال الغرب، يعني مواردنا هاي اسمها موارد بشرية عم صدرناها نحن، زي الدكتور فؤاد الباز على سبيل المثال مثلا اشتغل في وغيره وزويل وأسماء كتير مليان يعني. وبالعلوم الإنسانية وبالاجتماع وبالآخر. سمير أمين صديقك يعني نحن ما هذا المشكلة، هي الخيارات وين أنت. كل بلد في عنده شوية موارد. أولاً كيف استثمر هالموارد؟ يعني النخب الحاكمة هاي، مش القرون الوسطى، مش الغزالي هو اللي أنا عندي كذا شغلي بحسن استثمرها. وكونت ناس، شلون عم كون ناس، شلون عم ابن البلد. هذا هو اللي لازم يعاد النظر فيه. ليش ما أعيد النظر فيه؟ ليش؟ السؤال ليش؟ لأنه الناس الحاكمين ما بدهم يتنازلوا عن السلطة. هلا الناس اللي بدهم يعارضوا، اللي بدهم يعارضوا اللي ممسوسي مصالحهم، يعني بقصد الجمهور، ما عم احكي عن مثقفين، بدهم ايديولوجي يستندوا عليها مشان يعطوا شرعيه لكفاحهم لا لا لا, لا احتجاجهم، انه نحن رافضين هالشيء. طيب باسم شو؟ انت باسم الحريه هذول مسكوها، وباسم العلمانيه مسكوها، وباسم التقدم هن ماسكينه وعم يحكموا باستبداديه باسم التقدم، بشو بدهم يحاربوا؟ رجعوا لنقيض الايديولوجيه الحاكمه واعادوا تاويل النصوص الاسلاميه، ممكن تتفسر باكثر من تاويل. النصوص خوساء يتكلم باسمها البشر. اعادوا بناء ايديولوجيه جديده لم توجد من قبل على الاطلاق. الأخوان المسلمين ما في حركة مثل الأخوان المسلمين، مش صحيح. وداعش مو هي الحشاشين مثل ما بقوله، ولا الكذا، ولا عصر الفتوحات الإسلامية لا، هذا عالم جديد. هدول جزء من فكرة الحزب أساسا، هي فكرة حديثة. الحزب اللي بيتكون الأخوان المسلمين حزب عمليا منظم تنظيم يعني حتى حديدي أظن يعني ما كنت فيه، بس هذا كله اكتساب من العصر، وبنفس الوقت رد فعل على وضع اجتماعي واقتصادي وسياسي. إذن ما في سبب هيك طلع أنه لأنه في هيك ثقافة صار هيك. هلأ الكوريا، كوريا واليابان والصين ليش نجحوا؟ لنفس السبب اللي عم قوله، طلعت نخب أخذت مسؤولياتها، سيطرت على كتاب في النخب، بس سيطرت على مواردها. توضح لنا مصطلح النخبة، ما هو لأنه مصطلح ملتبس عند كثير من الناس. النخب هن أصحاب النفوذ، أصحاب النفوذ والاقتصادي والاجتماعي والسياسي، من وجهاء اجتماعي والسياسي بالسلطة والثقافة. أنا عملت محاضرة في صالوننا القديم زمرة من كتابك ومن كتاب حسن حنفي عن مفهوم النخبة. قلت النخبة مش مفهومها، النخبة دايما لما يقول كلمة يشتموا النخبة يقصدوا المثقفين الغلابة اللي قاعدين على القهاوي، يقول لك دول أضعف جزء في النخبة. النخبة هي يعني الفئات صاحبة النفوذ، صاحبة النفوذ ورأس المال. عندهم شيء، مش رأس مال مادي، عندهم رصيد بيحسنوا، زي بيل جيتس مثلا. النخبة اكيد بيل جيتس، ساويرس عندنا في مصر، دول الوجهاء تبع الاحياء هذول، او بمصطلح الحضاره الاسلاميه القديم من اهل الحل والعقد. انا هيك انا اصطلاحي تعريفي الى اهل الحل والعقد. يعني رجال الدين عندهم سلطه، رجال العسكريه، كل واحد عنده الجنرالات الكبار، كل فئه عنده سلطه هي مسؤول. العسكريين ليش نحن ما بننقد العسكريين بزمانه؟
حققوا معي بالمخابرات السورية يعني ما صار لزمان 15 سنة قبل الثورة. قبل الثورة بتاعت سوريا. كانوا يأخذوني ويجيبوني. قال إحنا واللي كان ضابط كبير يعني عميد اللي عم يحكي معي عم يناقشني طبعا يعني باحترام. الحمد لله. فقال لي الحق عليكم أنتم المثقفين ما عم تعرفوا تربوا الشعب هاي كمان. وعم ما عم تفهموه كذا. قلت له نحن المثقفين اللي معدودين يعني يمكن ما بيطلعوا 50 واحد في سوريا يعني كلها. سوريا كلها 50 واحد. اللي بيعتبر ممكن تعتبرون مثقفين. بدهم يربوا الشعب ويعلموه ويفهموه وانتوا ويحققوا التقدم بسببنا نحن صار تخلوا. وانتوا عندكم ميزانية الدولة وعندكم السلطة وعندكم وزارة التعليم وعندكم دبابات 4000 دبابة وعندكم طيارات وإلى آخره وسابق تروح وسابق تروح لا و17 جهاز مخابرات ما إلكم تأثير ونحن بده يكون نحن المسؤولين عن تأخر البلد وتأخر الشعب. قال لك إيه؟ ما عارف شو بده يحكي. ما قال لي شيء بس ما كان عندهم أمر يوقفوني يعني على الأغلب. فقلت له هذا كلام يعني هذا اولا ناجم عن انه المثقفين بيعطوا لحالهم اهميه اكبر يعني عندهم وهم ذاتي حول دورهم الاستثنائي باعتبار انه الكلام عنا له معنى له قيمه كبيره وبنفس الوقت ذريعه عند النخب الحاكمه الاقتصاديه والسياسيه مثل ما قال هذا رجل المخابرات مشان يقولوا انه ما نحن المسؤولين نحن هذول المثقفين ما عم يعرفوا يتفاهموا مع الشعب. المثقف يعمل ايه لما كانش المثقف بدون سلطه لا شيء شو بده يعمل يعني حتى عثمان زمان عثمان بن عفان لما قال ان الله يزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقران طبعا يعني طيب السلطه يعني لولا حروب جدا ما استمر الاسلام بقول لك الدين هاي بس بدي اكمل هاي الفكره فضل. بقول لك كوريا واليابان والصين والى اخره اخذوا سياسات تنمويه واضحه أيوة. يعني ممكن دراستها يعني ما بدها شيء شو عملوا مفهوم ما ضلوا تابعين ومتحالفين مع النخب الغربية يعني لا بس كوريا وسنغافورة وماليزيا كانوا في أحضان أمريكا 100% ايه بس الأمريكان كان لهم مصلحة يساعدوهم كمان بس ما كانوا استخدموا مواردهم وعرفوا يناوروا مع الأمريكان وعرفوا يعني حطوا عرفوا يعملوا جيم بيسموه وين وين جيم يعني أنا أكسب وأنت تكسب بس هذا أصله شو أصله اهتمامهم بحياة الشعب تمام يعني هذا الفرق بيننا وبينه النخب العربية اللي أنا عرفتها ما عندها اهتمام بحياة الشعب عندها اهتمام بنفسها فأنا برأيي إنه هذا هون لازم نحط إيدنا على الجرح مش نرجع طيب بقول لك الدين هو السبب الدين لأنه متخلف أنا حطيت بالكتاب قلت السعودية ما في بلد كان معتمد على الدين ما في نظام سياسي عربي وعالمي السعودية. كان معتمد على تعبئة الدين يعني والشرعية الدينية قد المملكة السعودية إجا أمير ولي عهد سماش ملك قرر هو كسياسي صاحب سلطة ولأنه عنده رأي وعنده موارد يعني مالية وكذا قرر أنه بده يحدث المملكة بصرف النظر عن طبيعة التحديث الكذا اللي بس أنه ضد تفكير رجال الدين بالمملكة على كل حال ضد الوهابية حتى بيحكي كلام ببين فيه انه نحن ما عاد وهابيين يعني ما في الا القرآن والباقي كله بس والاحاديث عايز يقول لك 10 حديث كفاية 10 تماما وما حدا لا حسنوا رجال الدين يوقفوا بوجهه لا حسنوا الناس المتدينين اللي هن ملايين يعني ما بتقول لي الشعب السعودي كله قلب فجأة من بقى علماني مستنير متدين بقى علماني مستنير سكتوا لانه ليش لانه في طبقه وسطى جديده ركبت الفكره لانه بدها هي يعني في طبقه صارت متكونه بالسعوديه من الناس اللي طلعوا وشافوا وتعلموا صار عندهم كمان مستوى مادي مستوى اقتصادي كويس حملوا الفكره ومشوا فيها راحوا بدهم يقنعوا الشعب انه يصير كله علماني تركوا الشعب هني خلقوا شروط والشعب بعدين بده يلحق الشعب يعني ما نحن بتفكيرنا اللي سائد عم نحط العربي قدام الحصان الحصان هو بده يجر اذا حطيته ورا الحصان يعني العربي الحصان هو النخب الحاكمه اللي بايدها سلطه ونفوذ فكري سياسي اقتصادي اجتماعي اما اذا بتقول لا والله لانه نحن الشعب متخلف ما عم نحسن نعمل شيء لكن انت شو دورك اذا كان بدك تعتمد على انه الشعب يدفع فيك يعني الشعب بده يعلمك العلم والعقل والفلسفه طيب لو
ايه يعني ممكن ناخد سؤالين من الاصدقاء ونعود الى النقاش عشان الناس ما تزعلش مننا يعني. فحطوا اسئله، يا ريت تحطوا اسئله على السريع عشان نسال الدكتور يعني، ويا ريت تكتبوا قبليه سؤال يعني. في دلوقتي يعني فين هنا مثلا صديق كان بيسأل، صديق بيقول مثلا يعني الدول التي تقدمت كلها زي اليابان وكوريا والصين وسنغافورة، كل الدول دي ما عندهاش السؤال الديني، سؤال ان احنا عايزين نرجع الخلافة وسؤال تحكيم الشريعة. انا اذكر عندما كنت طالبا في الجامعة قبل شعار الاسلام والحل كان في شعار عودي يا مصر اسلامية، حتى ان بعض الشيوخ الاسلاميين انتقدوا الشعار من الاخوان، عودي يا مصر اسلامية معناها وكأن مصر كافرة وكمصر عدوة الاسلام، فحذفوا هذا الشعار عودي يا مصر اسلامية. اللي من سني اكيد شاف الشعار، وحضرتك لو كنت مصري ممكن يكون مر عليك، وقررت المكتب الإرشاد أنه يخلي الشعار الإسلام هو الحل، الإسلام هو الحل. وطبعا الإسلام لما نيجي نقول هو الحل، أي إسلام؟ إسلام حزب التحرير ولا الإخوان ولا السلفيين ولا الصوفية؟ هينقتتل الإسلاميين زي ما يعني قلت لبعض الأصدقاء وفي أحد الندوات، قلت لهم يعني لو مشينا المسيحيين والعلمانيين وكل المخالفين من مصر وحتى المسلمين العاديين ولتركنا فقط الإسلاميين، هتحصل فتنة كبرى أخرى مرة جديدة. فالسؤال بتاع سؤال الإسلام يعني، رغم بغض النظر عن أنها استحضار ثقافة العصور الوسطى ولا هي ثقافة العصور الوسطى مباشرة، هو سؤال ملح وموجود من أيام حسن البنا في 28 وغيره، أن احنا بنقول إذا تحجبت النساء رخصت الأسعار، هذا التسطيح السخيف، أو إذا طبقنا الشريعة أكلنا من فوق أيدينا ومن تحت أرجلنا وأصبحت الحلة المشاكل والمشكلة فقط الشريعة. وكما وشعارات قابلت ناس كتير طبعا، حزب التحرير، الإخوان، وهم نفسهم الجماعات دي كلها مختلفة إيه هي الشريعة يعني. هم لو زي ما بقولك مشينا المسيحيين، مشينا المثقفين، مشينا الأستاذ برهان غليون، مشينا كل الناس اللي ما يعجبهمش وسيبنا الإسلاميين فقط، هيتبقى يعني ما هيحصل زي اللي حصل بين جبهة النصرة وداعش. اتفضل يا أستاذنا. إذا نحن اشتغلنا مظبوط، إذا الناس اللي مع التقدم والتحديث اشتغلوا مظبوط، بضل في حزب محافظ ولا يميني مثل ما موجود بكل المجتمعات الأوروبية. يعني أنت ما بدك كل الناس يكونوا مؤمنين معك. هلأ مثل ما جبنا مثال السعودية، إذا بده ينتظر الولي العهد لحتى يصير أغلبية الشعب السعودي رافض أو متخلي عن فكرة الوهابية ولا شيء، ما بيجرؤ يعمل أي شيء. أنت بقدر ما بتحقق مشروعك بتوضع حد أو بتحد من فرص إنه المشروع الثاني يتقدم. يعني المشروع الثاني موجود كبديل، الحل الإسلام هو الحل، شو كان معناته؟ معناته إنه أنتوا فشلتوا أصحاب العلمان العقل والعلم والتنوير والحداثي والثقافي والآخره، ما في حل إلا نرجع للماضي اللي شيء اللي بنعرفه، وهذا شيء طبيعي. لأنه إذا أنت ما عرفت تصلح إيديولوجيتك بعد انهيارها وتعطيها مضمون، ما بيبقوا الناس بالفراغ، بدهم يدوروا على شيء هن بيعرفوه، أكتر شيء بيعرفوه. يعني ثقافة المجتمعات العربية ثقافة إسلامية، حتى المسيحيين ثقافتهم إسلامية. يعني بقصد أنه في عناصر في كل الناس العايشين كانوا بالنظام إسلامي. هلأ إذا أنت فتحت انهار مشروعك وفتحت الباب للفوضى، صار الفوضى، الناس بدها بسموهن روبير، معالم، بدها علامات على الطريق مشان تعرف تعامل بعضها، تتحرك على أي أسس بدها تعمل. إذا ما في قانون وما في علمانية وما في يعني ما في ثقافي وما في شيء، فبيرجعوا الناس للدين وبتعصبوا مشان يعملوا شيء اسمه مشروع اسلامي، صاروا يحكوا بمشروع اسلامي. المشروع الاسلامي هو التعبير الامثل عن الفراغ اللي سببه اخفاق المشروع التقدمي.
جميل جدا. طيب في اسئله بقى كثيره عن الأيديولوجية الدينية هي الجذر في تخلفنا يا دكتور ثقافيا وعلميا وسياسيا. رأس كلام صديق من شمال أفريقيا حليم. صديق آخر هجيب الأسئلة كلها المتشابهة حول الموضوع هذا بحيث نخلص من القصة دي. بعد فهمنا للمشكلة حسب وجهة نظر الدكتور برهان، ما هو برأيك الحل وخاصة في المسألة السورية مثل إدلب وريف حلب بعد حشو التطرف الإسلامي في رؤوسهم على مدى عقود واستغلال للعواطف الجماهير الدينية؟ طبعا في سؤال على الأكراد هنخليه بعدين والقوميات الأخرى داخل البلدان الأعضاء في جامعة الدول العربية. يعني هنا برضو سؤال، ألا نحتاج إلى بيان جديد من أجل الديمقراطية بعد الثورات وأن بعد الثورات المضادة؟ سؤال حول بيان جديد، ويعني إيه الموقف دلوقتي بعد كل اللي حصل وما جرى في بالذات في الواقع السوري يعني. وأيضا سؤال حول الإشكالية الكبرى بتاعة يعني الطائفية داخل المجتمعات اللي هي متجذرة، يعني سواء في العراق أو في سوريا، يمكن احنا عندنا في مصر الموضوع أقل كثيرا من كده يعني بالنسبة للطائفية، لكن الإشكالية بتاعت برضو الإسلام السياسي والطائفية والرغبة في البطش بالأقليات اللي من حقها أنها تخاف على مصيرها. يعني إذا كان أنا يعني هتكلم على الحق السياسي ولا الحق الوجودي، أكيد الحق الوجودي يسبق حقوق السياسية يعني. وطبعا ممكن يكون حتى الاقتصادي كمان قبل السياسة، يعني أنا آكل وأحفظ حياتي وبعد كده أشوف حقي في تصويت وممارسة العمل دوري في المجتمع السياسي. فنكتفي بهذه المجموعة وبناخد مجموعة تانية يعني حول الطائفية وحول وفي يعني اتهام برضو للمجلس بتاع إدارة إن هم يعني كان الإخوان المسلمين والإسلاميين مسيطرين على المعارضة السورية زي ما حاولوا يعملوا في مصر، وبعد كده حصل انشقاق بين الجبهة الوطنية وبين كذا يعني، أو الإسلاميين بشكل عام يعني في مصر. وعارف أكيد حضرتك سمعت عن جمعة الشريعة والشرعية اللي هي قبل وصول مرسي للحكم والإشكالات دي كلها. فالإخوان وسيطرتهم وبيحاولوا يجيبوا وجه يعني مثقف كبير وليبرالي زي برهان غليون، وزي ما حاولوا برضو يجيبوا وجه أيام الجمعية الوطنية للتغيير لشخص ليبرالي وشخص محترم وله وزن دولي زي دكتور محمد البرادعي، ولكن هم من تحت مهيمنين على كل شيء وحاطين بس مجرد صورة، فهذا أدى إلى فشل على فشل. تفضل حول الإسلاموية برضو أكثر الأسئلة على فكرة على الموضوع ده، وفي بعض الأسئلة على المسألة الكردية وموقفك منها وكده، بس خلينا نخلص خليني ابدا بالاخير بالسؤال الاخير. هل انت كنت واجهه حضرتك؟ اولا انا كتبت بكتابي وما حدا راجع، ما حدا يعني اعترض. نحن اللي جبنا الاخوان المسلمين، نحن اللي شكلنا لجان التنسيقيات السوريه، هي اللي جابوني الي التنسيقيات. وانا جمعت الاطراف الاخرى، الاول شيء كل العلمانية، وبعدين مشان نكمل الحلقه وما يضل حدا خارج الاطار جبنا الاسلاميين. مش ان اللي جابوكم، نحن جبناهم بس مش مشان نعملهم واجهه، جبناهم مشان ما حدا يلعب لوحده، يعني مشان تكون الحركه الوطنيه الديمقراطيه حركه موحده قادره انه تقنع كمان انه تكون بديل. ما يقول حدا انه انتم ما بتمثلوا مشان تكون تمثيليه. وكل الحكي اللي طلع هذا طب خليني اقطعك هنا نقطه صغيره بس. يعني اصلا بستحضر تجربه الرئيس السادات في ان هو عايز يضرب اليسار ايامها ورجال عبد الناصر، فجاب الاسلاميين فانتهى الموضوع بقتل السادات. يعني زي ما يكون عندك فار في البيت هنا يعني، والبيت طبعا ما فيهوش فيران، لكن فتجيب نمر عشان تقول يخلصني من الفار، فبعد كده النمر بعد ما هيخلص الفار هيبص لك. لا كان كل الشعب ضد النظام يعني. اذا اعتبرنا انه كنا عم نلعب سياسي، نحن ما كنا عم نعمل سياسي، نحن كنا عم ننظم يعني قيادي لشعب عم يموت بالشوارع مشان
مشان الانتقال السياسي، مشان حرياته، مشان تغيير النظام. حضرتك اكمل براحتك. وما شايف يعطوني صوره وحده انه وين سيطروا كانوا بالمجلس الاخوان، ما كان شو الايديولوجيه اللي بعدين كيف بدهم يسيطروا علي انا، يعني شو عندهم الاطروحات العظيمه والهائله اللي بدها تقنعني وبدها تشغلني إلهم والى اخره. ما فهمت يعني. انا هاي طلع النظام السوري مشان يقول هاي الحركه كلها ما فيها شيء ديمقراطي، هاي كلها اخوان. حتى المجلس الوطني اللي كان فيه برهان غليون وهو معروف يعني، بس هو واجهه حطوه للاخوان المسلمين، حطوه مشان يفقد يعني الشرعيه عن المجلس، يزيل الشرعيه عن المجلس كممثل لحركه ديمقراطيه انسانيه حقيقيه. ولذلك انا كتبت الكتاب، والناس اللي كونوا المجلس معروفين يعني على كل حال، والتنسيقيات هي العضو انا جيت بالدفع وبدعم وتركت وقت قال وقت شفت انه علاقتي مع التنسيقيات ما عاد منيحه، ما عاد عم يستجيبوا لي، انا تركت ومشيت يعني قدمت استقالتي. ما له علاقه الاخوان المسلمين بالموضوع، والاخوان المسلمين بحياتهم ما بيحسنوا يقودوا، ما عندهم فكر يسمح لهم يقودوا معارضه، يعني بيحسنوا يردوا فعل، هن اصحاب رد فعل مش اصحاب. ليش ما حسنوا يكونوا هن تجمع من قبل؟ عملوا 100، عملوا مؤتمر ببروكسل، وعملوا مؤتمرين ثلاثه باسطنبول، ما حسنوا يعملوا. فلذلك هذا كلام يعني كلام صار من الماضي، والوثائق معروفه يعني وثائق المجلس الوطني والبيان اللي طلع والى اخره. هلا ما هو الحل بإدلب وريف حلب وكذا؟ ما ممكن حل مشكلة إدلب وريف حلب بمعزل عن حل القضية السورية. ما في نظام، إذا بدي أقول أنا لازم يصير شو اسمه هيئة التحرير الشام لازم تتحول لحركة ديمقراطية، بكون عم أضحك على حالي. لازم يلتقى حل كامل المسألة السورية، مش لحل جزئي هون وهون، وهدول حيضلوا طالما ما في حل. مثل ما في هاي سلطة أمر واقع، مثل ما في سلطة أمر وفي ناس عم في دول عم تدعمها، يعني مثل ما في سلطة أمر واقع بدمشق، في سلطة أمر واقع بإدلب، وفي سلطة أمر واقع بالجزيرة السورية يعني بالشرق الفرات، وفي سلطة أمر واقع ب يعني لروسيا ولتركيا ببعض المناطق بالشمال غير إدلب، وفي سلطة أمر واقع لميليشيات متعددة. اليوم في 850 موقع عسكري أجنبي بسوريا. هدول شو يعني ما بينفصل موضوع إدلب عن هذا الموضوع. إذا ما لقيت أنا حل ل 850 قاعدة عسكرية أجنبية إيرانية وتركية وأمريكية وروسية، شو ما في حل. فما بتنطرح هاي القصة بس وهاي ما بتنحل الا بالعوده الى الشعب السوري، وانه هو صاحب قراره بانتخابات تمثيليه. ما في نقاش بهالموضوع ولا لحل بدون. هلا اللي السؤال انه ما في ضروره لبيان جديد من اجل الديمقراطيه. ما هو الكتاب جديد، سؤال المصير هو بيان جديد، هو بيان جديد مش ضروري يكون من اجل الديمقراطيه، ولكن من اجل تحرير الطريق نحو الديمقراطيه، يعني من اجل الكشف عن الأخطاء اللي ارتكبناها خلال قرنين مش القرنين الماضيين. يعني أنا بعتبر أنه بدأوا العرب بدخول الحداثة بالعمل بالصراع من أجل أنه يواكبوا العصر من عمل محمد علي، ولو أنه مانو عربي، ولو أنه كان يعني مسؤول ضابط عثماني بالدرجة، لكن بدأت حركة عملية لتحديث البلد وحققت إنجازات. وهذا اللي بيميز مصر عن غيرها من الدول العربية، عملت قاعدة قوية للحداثة. تراجعت فيما بعد، بس أنه خلال النصف الأول من القرن العشرين كانت مصر يعني مسيطر عليها مناخ ليبرالي وديمقراطي وما فيها يعني في أخوة مسلمين يمكن في من الثلاثينات طلعوا، بس أنه الجو المثقفين مش اخوان مسلمين. يعني يرجعوا للتاريخ طه حسين
والعقاد وحسين فوزي حتى الأزهريين، الأزهريين اللي برزوا كانوا أزهريين معادين لفعل متحررين متحررين مصطفى عبد الرازق وغيره وطه حسين وعلي عبد الرازق. فإذا هذا هو بيان الثاني اللي أنا يعني بطلب إنه يقروا، لأنه شو البيان يعني إعادة النظر في السياسات اللي اتبعناها واللي وصلتنا للإخفاق، وشلون لازم نخرج من شو اللي بخلينا نرجع نعيد النظر بهالسياسات ونعمل سياسات بتأدي فينا إنه نرجع نمسك الطريق، نرجع على طريق التقدم، مش طريق التقدم والحداثة إلى آخره. هلأ الطائفية ما أنا متجزرة، ما صحيح، كل واحد بيقول الطائفية اليوم متجزرة، لأنه الطائفية في إلى سببين. السبب الأول هو انهيار الفكرة الوطنية. وليش انهارت الفكرة الوطنية؟ لأنه الدول ما حسنت تعمل مواطنين، يعني تعمل نظام بيعطي للفرد حقوق وواجبات ومشاركة بالإرادة عامة. ما خلقوا أمم. ما فشلت الدولة إنه تكون دولة وطنية، دولة الأفراد المواطنين بدون تمييز، والأحرار والمستقلين. هذا معنى الدولة، هي في مواطنين أحرار بقرروا مصيرهم مع بعض. ما نجحت، الناس بدهم يرجعوا لانتماءاتهم ما قبل الأمة، يا انتماء سياسي، يعني الأمة هي انتماء سياسي محمول على قيم جديدة، هي الحريات الفردية والتعاون والتضامن والتقدم إلى آخره. ففشلت، رجعوا الناس حاولوا يبحثوا عن التضامن وعن الحماية وعن يعني شو بسموها المساعدات داخل الطوائف تبعهم والقبائل، ما بس الطوائف والقبائل، كمان رجعت القبلية في بعض الأحيان، لأنه هاي طريقة لأنه الناس يتعرفوا على بعض من جديد ويدعموا بعض ويتضامنوا مع بعض بغياب الدولة الأمي وبغياب الدولة اللي مهتمة بشؤون المجتمعات. فهذا هو ما أنا متجزرة، والدليل أنه ما أنا متجزرة، أولاً خلال الحق بما قبل الخمسين سنة الأخيرة ما في طائفية بالعالم، لا بمصر ولا بسوريا، وكان رئيس الوزراء مسيحي بسوريا بعد الاستقلال، يعني أخذ رئيس الوزراء، وكانوا الناس مشاركين، ما حد يسأل عن دين، بالعراق وبسوريا وبكل المنطقة ما كان ولا بالسعودية كانوا طائفيين، السعودية كانوا طريقة تانية، يعني هي صراع مذهبي أكثر منه شيء مثل اللي عنا يعني هلأ عم صير. والدليل الثاني إنه ما كانت متجزرة، البلدان العربية، المجتمعات العربية هي الوحيدة اللي من القرون الوسطى احتفظت بجماعات دينية ومذهبية متعددة. هذا دليل على إنه ما كانوا طائفيين. ليش أوروبا ما فيها إلا دين واحد؟ لأنه قتلوا كل المخالفين بما في، واضطهدوا اليهود حتى بالأخير طردوهم، يعني طردوهم وخلصوا منهم في المشروع الإسرائيلي، وخلصوا منهم في المشروع. هذا الدليل انه ما كانت مشكله، لانه بالايديولوجيه الاسلاميه اللي كانت سائده من القديم، انه في قصه اهل الكتاب، وبعدين مددوها انه اهل الذمه واهل الكتاب، ما يعني ما في عداء، انه لازم بالضروره انه كلهم يسلموا، انه بنحسن نتعامل معهم كاهل ذمه. طبعا ما معناته انه اهل الذمه لازم تبقى، بس بقصد انه كان في بعض النقاط اللي بتسمح بالتواجد بوجود المختلف تحت شروط مزلة، مختلف هاي أول وحدة. حتى تحت شروط مزلة يعني بس مش شروط يعني مش القتل، والقضاء على المختلف، هاي من جهة، ومن جهة تانية كمان إزلال المختلف عمموا بعدين حتى الصابي أطالعوا كذا، يعني ما كان في حاجة. الفكرة الإمبراطورية اللي مثلوها طيب الدول الإسلامية بهذيك الفترة ما بتعني التصفي مثل روما وغيرها، بتجمع ناس من عقائد ومن طوائف وعراق مختلفة، وهيك كانت الدولة الإسلامية بين قوسين الخلافي. طب هو في سؤال برضو مرتبط بالموضوع ده هوت، وتعليق شايفه ظريف يعني، وهو ألم يكن هناك درس في تحالف اليسار مع الثورة الإسلامية في إيران، وبعد كده أكل الإسلاميون على رسوم الخميني طبعا الأحزاب اليسارية، وبعد كده حصل بقى ظاهرة مجاهدي خلق وظاهرة اليسار المذبوح والمقتول والكده، فهذا ما كانش يعني تفكير. أو ممكن أحط السؤال تاني،
في التحالف في المسألة اللي حصل حصل وخلاص، وحضرتك قدمت استقالتك من الجبهة من الموضوع ده هو، واللي حصل يعني كان شيئا كان ثم انقضى زي ما قال أبو العلاء. فلو قلنا الدكتور برهان غليون المثقف لو انتقد الجبهة واللي برئيسها برهان غليون السياسي ماذا يقول؟ طبعا في قبل ما حضرتك تجاوب برضه في العديد يعني واحد سوري اسمه عمار بيقول لي انا اشكرك ان عرفتنا هذه الشخصيه الجميله، وفي اصدقاء كثير عبد الحكيم واصدقاء من اماكن كتير يعني بتشكرني، والشكر ليهم يعني، والشكر للدكتور في سماحه بهذه المقابله في بيته امامنا يعني باريس وبرج ايفل. شكرا جميلا للجميع، شكرا على الكلمات. هلا ما في شك انه انت لقط نقطه مهمه، درس الثورة الإيرانية أولا ومرتضى برهان غليون نقده يعني المثقف ينتقد السياسي. لا أنا ما انتقد السياسي، انتقدت المثقفين كمان، المثقف ينتقد المثقفين. حلو، المثقفين والسياسي. هلأ الثورة الإسلامية غشت بعض المثقفين العرب ما في شك، وقسم كبير منهم لليوم لسه في عندهم ولاء للثورة الإسلامية رغم انكشاف أنه هي يعني ما لها علاقة بالثورة بمعنى الشعبي والكلاسيكي، يعني تحقيق حد أكبر من العدالة والمساواة وحريات الشعب. وهذا كان جزء من الأخطاء اللي لازم نحكي فيه. أيوه. اللي لازم يعني جزء من النقد اللي كان المفروض المثقفين يوجهوه لتجربتهم، مش هي قضية شخصية. أنا وقت بنقد تجربي، ما عم أنقد فلان وفلان وعم أنقد المثقفين بالأسماء، أنا عم أنقد الخيارات السياسية للمثقفين والخيارات الفكرية كمان، وين ركزوا جهدهم على أي شيء، ركزوا جهدهم مثل ما قلت ركزوا جهدهم على البحث البحبشي، بنقول نحن بالعامية السورية بالتراث وبالكذا وإعادة تأويله، مضوا كل نصف قرن وهن عم يأولوا بالتراث، والشغلات الأساسية اللي لازم ينحكر فيها وتتناقش وتنتقد ويعاد بناءها تركت لمين؟ للإسلاميين اللي ما بيفهموا يعني ما إلهم أي علاقة فيها، قضايا الاقتصاد والسياسي والدولي والأمي والعلم والمراكز البحث وإلى آخره. هلأ هندي صاروا عم يتعلموا أحسن أحسن. فالثورة الإسلامية غشت بعض المثقفين وخدعتهم وخلتهم أنه يأملوا أنه ربما عن هالطريق، يعني خليتهم كمان ما ينتبهوا بجوز للحركات الإسلامية. حتى فوكو كتب، ميشيل فوكو كتب بس كتبها بعدين يعني بعدين مات ما لحقش يشوف. بس هاي غشت مثقفين العرب إنه إذا كان فوكو هو يعني حي الثورة الإسلامية فيعني لازم يكون وراها شيء. هلا هي الثورة الإسلامية غشت العرب كلهم، ليش؟ لأنه حقيقة كانت ثورة شعبية وحقيقة ثورة ضد الشاه وضد النظام التابع الشاهي والتابع كمان، ولكن أكل النمر باقي الحيوانات يعني في الغابة، يعني إذا كانت هي السياسة غابة والشركاء ففي النهاية زي ما أقول لك أنت جايب عايز تأكل فار عندك مضايقك فجبت نمر، فالنمر بعد ما هاكل الفار هيتعشى بيك. جماعة الفقهاء سيطروا عليها، هم اختطفوها هم بالمعنى الحرفي للكلمة، اختطفوها لأنه الآخرين كانوا مقسمين يعني ما حسنوا يسيطروا عليه، وبعدين هني منظمين، هم كانوا أكبر فصيل منظم، وبعدين أكبر فصيل منظم ومنظم بشكل وإله علاقة بالشعب، إله علاقة بالشعب ما مشان السياسي قبل، إله علاقة بالشعب بالمجال الدينية ديني، بس استغلوا هني علاقتهم بالشعب مشان يأخذوا السلطة ويستمروا فيها لليوم. يعني هذا هاي واليوم أحد المشاكل الكبرى للمنطقة كلها بما فيها العربية المجتمعات العربية هي الثورة، هي مآل الثورة الإسلامية اللي تحولت إلى حقيقة يعني أكبر قوة ظلامية ومحطمة لمستقبل شعوب المنطقة هي إيران. يعني هذا ما هي مو إيران يعني الشعب، يعني هي لا الشعب أنا شفته وزرت إيران شعب جميل، هم مقهورين كتير منهم ونسبة اللادينية في إيران أكتر من كل الدول العربية، زادت زادت عم تزيد بسبب لو انت عاوز تعمل تخلي الشعب تدعو لي للحد خلي قال الدين يحكم تماما عم يدفعوا الناس انه يخرجوا من دينهم من دين الله افواجا هلا انا
اللي بيقوله ما انتقاد بقى انتقاد المثقف. ما انا كتبت كتاب من 530 صفحه اللي هو عنوانه عطب الذات. هو نقد للتجربه تبعنا. بس مش تجربتي انا الشخصيه، ما شفتوش للاسف، ما فيش تجربه. في التجربه العامه اللي ننقدها، انه نحن خياراتنا شو كانت، ليش ما عملنا هيك، ليش امننا انه في تدخل. ما انا موجود، انا برايي يعني هاي دعوه لقراءه الكتاب، لانه كثير مهم لفهم قصة الثوره السوريه وليش وصلنا له، كثير مهم. عطب الذات اسمه، وموجود بالبي دي اف على بالانترنت، اي واحد بحسن يكتب عطب الذات برهان غليون بيطلع له بيشوف. لا طبعا طبعا كان نقد، يعني نقد كثير عنيف مش للجبهة، للتجربة اللي عملناها، سواء كتقدميين ولا كإسلاميين ولا ك يعني الناس اللي كان مؤمنين حقا بأنه لازم يصير في تغيير بسوريا. هلأ كان الهدف الرئيسي والغاية هو أنه نعمل تغيير بالنظام نحو حد أدنى من الديمقراطية يحسن يتصارعوا فيه التيارات كلهم. ما يعني ما بشان إقصاء، ما كنا عم نعمل ثورة مشان إقصاء الإسلاميين، ولا نحن عم نعمل ثورة مشان نحرر المجتمعات من من هالطاغوت اللي سيطر عليها، ومن هالنظم اللي عقمتها، نظم قهرية وتعقيم عقمت المجتمع فكريا وسياسيا وكل شيء. فهو نقد، يعني بيعتقد انه نقد عميق. عطب الذات يجيبوه وبيقول لك موجود PDF كمان الدكتور، يعني هتنزله ببلاش. عطب الذات بيبين شلون دخل الاسلاميين وشلون اسلمت الثورة وشلون انتقلت للسلاح من اليوم الاول للاخير. حلو، جميل جدا. طيب في سؤال تاني برضو يعني شامل، ودي برضو كنت ملاحظة انا قلتها، يعني عملت عنها محاضرة في صالوننا القديم، صالون زمرة الثقافي، وهو لماذا في المنطقة بتاعتنا الدول أعضاء جامعة الدول العربية النظم الملكية أكثر استقرارا وتقدما وأفضل نسبيا، وحضرتك ضربت مثال بالأمير محمد بن سلمان والنظام السعودي، وهو هنا الأخ ضرب مثال بالمغرب وبالأردن، اللي هو حتى مع الربيع العربي، طوفان الربيع العربي، استطاعوا أن يتعاملوا معاه تعامل ذكي، يعني الملك محمد السادس كله عمل جاب الإسلاميين يحكمه، وبعد كده سقطوا في الانتخابات، والأردن عمل المواضيع، وبرضو دول الخليج، ايه ممالك الخليج وإمارات الخليج تصرفت في هذا الموضوع. فلماذا الجمهوريات العربية اكثر، مش عايزين نقول فشل، نقول ايه اقل نجاحا، يعني او اكثر فشلا او اكثر سوءا من النظم الملكية؟ وهل لو كانت استمرت الملكية في سوريا وفي العراق وفي غيرها من البلدان كان هيبقى افضل من الانقلابات العسكريه اللي حصلت؟ لان ما حصلتش ثورات شعبيه بالمعنى الحقيقي، يعني حتى 52 عندنا كان انقلاب سنده الشعب فتحول الى ثوره باعتراف الضباط الاحرار نفسهم. وكان الاول في مجلات اياميها انقلاب الانقلاب والحركه المباركه، وبعد كده سموه الثوره بعد يعني ما اصبح لهذا الانقلاب شعبيه. و يعني هذا الموضوع. في سؤال تاني برضو، متى تخرج سوريا من هذه الشرنقة وهذه المشكلة؟ المثقف بقى والعالم برهان غليون يقول لنا يعني الدنيا دلوقتي مسودة، وممكن هنا نحط كمان الهامش الكردي، لأن في كذا واحد كردي بيتكلم في نقد، انا هحطه بلغتي انا المصريه الحلوه، فبيقول لك يعني انت ليه ضد الاكراد وليه يعني مش عايز مؤمن بحكم ذاتي ليهم او شيء من هذا القبيل. ودلوقتي سوريا بالواقع الحالي في الخريطه السوريه في جزء تحت نفوذ تركي، نفوذ كردي، امريكا وروسيا وايران، كل هذا، ولعل النظام السوري وبشار الاسد لا يحكم من سوريا الا يعني جزء يعني قل او كثر. فما المخرج؟ الممالك والجمهوريات اولا ثم مستقبل سوريا، عشان عايزين ايه يعني داخلين على ساعتين، فهنحاول ايه طيب. اخر سؤال بقى يكون سؤال ثقافي طيب. بعيدا عن السياسه والمشكله السوريه والمشكله العربيه، بالنسبه للجمهوريات والملكيات شو الفرق؟ الفرق انه الشعوب اللي دخلت بنظام الجمهوريه خلقت عندها تطلعات أكبر، وسادتها إيديولوجيات أيضا جمهورية، يعني بتحكي بالشعب وبتحكي بالجماهير وبتحكي
بالتقدم وبالمساواة وبالعدالة معظمها يعني مرت تماثيل رخام على الترعة وأوبرا في كل قرية عربية، دي مش أماني وكلام أغاني، ده بر تاني شعارات المرحلة المصرية اللي هي يعني إيه تخليك هنبقى بقول لك هنبقى أحسن من فيينا. لا وصار في صار في أمور عملية بتدل على إدخال الشعب أكثر بالحياة السياسية هي الإصلاح الزراعي. يعني يعني ضربت الطبقة الأرستقراطية المصرية اللي سليلة محمد علي وفعلا صار إصلاح زراعي وفعلا في طبقة وسطى فلاحية نشأت وكذا، لكن دبر الزراعة على المستوى البعيد يعني. هلأ أنا بقصد أنه خلقت ثقافة جديدة عند الناس تطلع على المساواة بشكل أكبر. ولذلك وقت انهارت هالنظام، انهارت إيديولوجيا وانهارت سياسيا وتحولت لدكتاتوريات، صار الشعور بالحرمان أقوى بكتير من النظم الملكية اللي مسيطرة على الوضع، لأنه جزء كبير من الشعب لساته عايش بوهم الملك وبوهم وما 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 غزية بإيديولوجية تحررية ومساواتية وعدالية. يعني بقيت في طبقة أرستقراطية بيعتمد عليها الملك عادة وبيشتغل على أساسه، والشعب بيحترمه وبيحترم شرعيته القديمة، وخاصة بعد ما صارت الأزمة ببلداننا الناس قبلوا بالأمر الواقع اللي هو الملكي. يعني كان في طموح عند كل الشعوب أنه يعملوها جمهورية طبعا، يعني مثل ما صار بمصر. فإذا أولا لأنه تطلعات الشعوب هناك أقل، أو الجزء الأكبر من الناس يعني كتير ما نون داخلين بالصراع السياسي على السلطة بقيوا برا، وثانياً لأنه الملوك عندهم خبرة سياسية أكبر بكثير من النخب العسكرية اللي سيطرت عنا واللي تتسم بالغباء السياسي بالأحرى ما مش بالذكاء، بينما هدوليك متعلمين ودارسين يعني قضايا التعامل مع الناس على طريقة معاوية، لو كان بيني وبين الناس شعرة لما قطعتها هذا اذا شدوها خيتها واذا اخوها شدتها. بينما هذول اللي جمهوريين بين قوسين يعني النخب العسكرية اللي بقيت والأمنية ما بيسمحوا للناس انه يتحركوا، يعني بيقطعوها من مباشرة وشو ما صار يصير، يعني ما بهمهم مصير بلدهم، هذوليك بهمهم مصير مملكتهم اللي هي بيشعروا انه هاي مملكتهم كلها. وهذا الشعب شعب رغم انه هو يعني شعب فقير وعبيد، لكن هذا شعبهم. نحن ما بيشعروا انه شعبهم، بيشعروا انه هدول اعدائهم، يعني الشعب عدو للنخب الحاكمه، ولازم اذا تحرك ولا تظاهر تستخدم اقصى الطرق الامنيه والعسكريه مشان تهديه وتخرسه. ايوه. هلا المساله الكرديه كمان انا بدي اقول ومنهم يعني كتير، يعني ما قلتش اللوم بس حضرتك كنت بقى بعدين، لكن يعني لا 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 مساله مهمه كتير، وانا يعني انا اول واحد كان يحكي فيها قبل الثوره اساسا، وانا اللي دافعت عن، انا الوحيد اللي طالع بيان وقت صار حلب، وفي اقليات تانية برضه منعوهم من لغتهم زي السريان وغير الاتراكات. يعني نحن كنا دائما ندافع عن حقوق الاكراد، مش صحيح هلا هي طالعوها بعدين، هلا ما انا قصه طويل بس كاتبها بكتاب عطب الذات، وماني ضد ابدا، بالعكس أنا كتبت أنه إذا بدهم حتى دولة مستقلة يروحوا، بس ما بيحصلوا ياخذوا دولة مستقلة، يعني في حقوق قومية للشعب الكردي ما أكيد، وهذا اللي قلته دائما أنا بقوله أنه في شعب كردي حرم من حقه بدولة، هذا متفقين عليه، بس لا يمكن أنه هل للأكراد سوريا، نعم نحكي بأكراد سوريا، مجموعة الأكراد بسوريا أنهم يحملوا كل القضية الكردية على كتافهم، يعني يكونوا هني رأس الحربي في يدخلوا بحرب مع تركيا، وهذا اللي وضع سد أمام تحقيق أي طماطمهم. فأنا برأيي كنت عم أقول لهم وكتبت بمؤتمر مع الأكراد، يعني أنا قبل الثورة قلت لهم أنا رأيي إذا بدكم تحلوا القضية بدكم تعملوا تطالبوا بحكم ذاتي في المناطق اللي أنتم موجودين فيها، في تركيا وفي إيران وفي سوريا وفي العراق، هاي المرحلة الأولى، الحكم الذاتي بعدين بفترة تانية بتتعاملوا مع الشعوب وما بتصيروا ضدكم كل الشعوب، بتحسنوا تعملوا تنسيق مع هالمواقع الحكم الذاتي. ما عندي أي اعتراض على أنه يكون عند الأكراد حكم ذاتي، بس طبعا ما حدا بيقبل من السوريين
انه المناطق اللي سيطروا عليها اليوم الحزب القسد يعني انه تكون مناطق حكم ذاتي للاكراد، لانه يعني ثلاث محافظات سوريه كبيره ما بيمثلوا الاكراد فيها ولا على بعضها ما بيمثلوا 75% منها. بالمناطق اللي قلت لهم في اغلبيه كرديه يعني في فوق ال 50% ممكن يصير في حكم ذاتي، بس ما ممكن انه تعمل بمناطق ما فيها أكراد على الإطلاق أنه تعتبرها ضمن الحكم الذاتي وحكم ذاتي يعني بيعتبرها أنه جزء من كردستان إلى آخره. معناتها أنت عم تقسم الوطن؟ عم تقسم يعني أنت عم تحرم السكان الآخرين العرب والسريان وإلى آخره من حقوقهم أنه بالمواطني ما بصير. يعني في حقوق المواطن المشتركي وفي بالمناطق اللي فيها أغلبية ممكن تعطيهم حكم ذاتي حتى لو ما كانوا أكراد. إذا في منطقة بسوريا كنت أقول لهم أي منطقة محافظة بدها تأخذ حكم ذاتي تأخذ حكم ذاتي ضمن إطار البنك المركزي والجيش والخارجية هذا كله والأمن، هذا بصير مركزي بكل العالم مثل أمريكا. يعني ما بصير أمريكا يعني فدرالية تبقى يعني حتى الفدرالية بقصد بيبقى فيه حاجات ما بتعمل قوة عسكرية وبتعطيهم ميليشيات وكذا ما بصير. بس حكم ذاتي بده يكون ضمن إطار سوق ما كمان مسألة الكردية بهالحالي ما بتنحل إلى ضمن إطار حل القضية السورية الكلية وإعطاء الحقوق المتساوية لجميع المواطنين بصرف النظر عن دينهم وعن عرقهم، والحقوق الثقافية والإدارية للناس اللي بدهم يعني حكم ذاتي ولا شيء. ما في هذا يناقش عليه، هذا ما أنا بقرره ولا واحد بقرره، هذا المفروض أنه يتقرر بإطار برلمان بيمثل الأكراد وبيمثل الشعب وبيمثل الكل وبيتم التفاهم عليه. شو بيمنع أن يكون في منطقة حكم ذاتي بأي منطقة بالجزيري ولا بس مش حكم ذاتي قومي ولا حكم ذاتي للسكان بصرف النظر عن عرقهم وجنسهم. مش حكم ذاتي طائفي ولا عرقي، يعني هذا ما بصير. هذا بصير يعني انت عم تخلق شيء جديد. هلا خروج سوريا من الأزمة متى ما إذا بدك الصح يعني اليوم طبعا السورية غارة في جيل مش حاول جيلنا احنا جيل ابنائنا لا ما بتصور انا هيك، لا انا ماني متشائم لهالدرجة رغم طيب. انه سوريا اليوم يعني مفككة وما في افق واضح يعني بعد الربيع العربي في دول وصلت الى مستوى ما قبل الدولة زي ليبيا وسوريا واليمن ما قبل الدولة. هلا هي صارت ودول تانية تعبانة زي مصر مثلا بسبب المشاكل اللي حصلت وتونس، لكن يعني احسن حالا. بس سوريا ما بس وصلت انه ما بعد الدولة ما قبل الدولة ما قبل يعني فككت الدولة او ما بعد يعني مش ما قبل او ما بعد. مشكلة سوريا انه اليوم صارت فاقد فيها شعبها لحقه في تقرير مصيره. اليوم مسيطر عليها على الدولة تبعها ومؤسساتها الإيرانيين والروس والأتراك والميليشيا النظام وميليشيات مثل ما قلت أنا أكثر من 50 ميليشيا في غير المواقع في ميليشيات أكثر من 50 ميليشيا سيطرين عليها. خروجها من الأزمة أولاً بده إلو بعد دولي وبعد إقليمي، يعني طالما أنه الصراع الإقليمي موجود سوريا مسرح للصراع الإقليمي والصراع الدولي اليوم الروسي الأمريكي طبعا، والروس موجودين والأمريكان موجودين بشكل اليوم مكشوف يعني علني وبقواعد عسكرية. هذا جزء أول، وهذا بس هذا ما بيصير لحاله. الجزء الثاني من المشكلة هو أنه الشعب السوري يرجع يحاور نفسه ويتفاهم مع نفسه يوصل لتفاهم بين عرب وأكراد وسنة وشيعة وإلى آخره، يعني يرجع لفكرة المواطن الموحد للجميع. إذا ما حسننا نوصل لتوحيد إرادة الشعب السوري ما بنحسن نضغط على الدول ونطلع على برا ونستعيد استقلالنا وسيادتنا. فاليوم الطريق الرئيسي هو إعادة خليني أقول
الحوار بين أبناء الشعب السوري ومصالحة الشعب السوري مع نفسه بصرف النظر عن انتماءاته الطائفية والدينية والعرقية. إذا لحتى نحسن نكون قوة نفرض حقنا في تقرير مصيرنا وفي استقلال بلادنا عن القوى اللي عم تتصارع علينا، بدون هيك أنا بعتقد أنه ما في طريق تاني، يعني ما في طريق تاني نراهن فقط على العالم، لا العربي ولا الدولي إذا ما كنا موجودين، وبدون إذا وجدنا كمان بدون أنه نكسب تعاطف الرأي العام الدولي والقوى الكبرى ونحسن نعمل تفاهمات معه، غير قادرين أنه نرجع نستعيد السيطرة على بلدنا وعلى مصيرنا. فلذلك الأمر بحاجة لعمل كتير اليوم، لازم نشتغل كلنا كسوريين على التفاهم السوري السوري، يعني على خلق وشائج التفاهم وعلاقات الحوار، نطور نوسع دائرة الحوار بين كل السوريين اللي كانوا بالمعارضة واللي ما كانوا بالمعارضة واللي كانوا والعرب وغير العرب وإلى آخره. هذا هو الطريق اليوم لحتى نخلق من أول وجديد تيار وطني سوري قادر أنه يمسك القضية ويفاوض الدول الأخرى حول مصير البلد. جميل جدا دكتورنا العزيز. دلوقتي في سؤال من احد الاصدقاء حوالين من سوريا برضو، عمار اظن، بيقول يعني متى نستطيع بلادنا وخصوصا سوريا، هو سوري يعيش في اوروبا برضو زي حضرتك، متى يستطيع الدول بتاعتنا تفهم يعني ايه مواطنة وما يتعايش الاكراد مع العرب مع السوريان مع الاشوريين مع المسيحيين مع الشيعة بأنواعهم مع السنة بأنواعهم مع المسيحيين كمان بأنواعهم ومع اللادينيين والملحدين في مجتمع سوري واحد قائم على المواطنة؟ أنا شايف المشكلة الأساسية بتاعة وجود تفرقة طبعا العرقية، وأنا شايف بالنسبة لنا احنا في مصر وكده العرقية دي ثانوية، لكن الأساسية هي التفرقة الدينية والعلماني والديني واللاديني والديني والبهائي وحقوق وفكرة الحنين إلى دولة في طائفة معينة هي اللي بتحكمها، وبقية الطوائف يعني كتر خير الدنيا هسمح لك تكون موجود. ده أنا لو أنا يعني إيه مش هعمل عليك حد الردة وحد التخوين، فالتخوين بتاع يعني بعض اليسار وبعض القوميين أو الردة بتاعة الإسلاميين، فانا كتر خير الدنيا ان انا سابك عايش، بس انت ذليل صاغر مواطن درجه تانية او عشرة. امتى نتخلص من الثقافه دي؟ يعني انا شايف المساله دي مساله يعني مهمه، ممكن بقى تشوفها يعني الاستاذ برهان غليون يشوفها استحضار لثقافه العصور الوسطى او كامنه نتيجه افكار بعض القومجيه او الاسلامجيه بشكل او باخر، لكن ده موجود في الواقع. يعني متى يتخيل مثلا في بعض الدول ان المرأة تكون مرشح غير مستهزئ به للرئاسة، المسيحي اللاديني البهائي؟ يعني هذا ضرب من المستحيل. فبيسألك هذا السوري الشاب، يعني نحن امتى وازاي بوثيقة العهد اللي نشرناها بالمجلس الوطني ايوه من المبادئ فيها انه كل المناصب السياسية مفتوحة لكل المواطنين بصرف النظر عن الجنس والعرق والدين. يعني ما في منصب بالدولة لازم يكون حكر على أي طائفة ولا على أي عرق. هذا مبدأ المواطن. ما لازم ننتظر من النظم الحاكمة إنه تفهم معنى المواطني ولا 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 تسلك سلوك دولة مواطني، لأنه هني معتمدين أنه هاي ملك خاص ملك إقطاعي. في إقطاعية جديدة بالعالم العربي للناس اللي مسيطرين على السلطة لا يتركونها، يعتبروها هي ملك إلهم وبورسوا لأولادهم. قبل الثورة كان في مشاريع توريث، مو بس بسوريا، كان في مشروع توريث بمصر ومشروع توريث باليمن ومشروع توريث بليبيا إذا بتتذكروا كلكم. فهذا لأنه هدول النخب الحاكمة ما عندها أي مفهوم للمواطنة، عندها رجعت لعهد الإقطاع القديم أكثر مما رجعوا الإسلاميين للأفكار القديمة. هن كمان رجعوا للنظم الإقطاعية القديمة اللي يملك ويحكم الحاكم وبيعتبر الدولة هي أحد ممتلكاته.
بس بس إذا حسنا يعني أنا برأيي الشعب السوري ما حيولد من جديد كشعب. يعني شو الشعب؟ يعني ناس بيشعروا أنه هن يشكلوا وحدة وإلوا الحقوق متساوية وإلوا الحق في تقرير مصيرهم من خلال ممثلينهم في برلمان. هذا هو اللي لازم نبحث عنه. بس هذا ما ممكن نوصل له إذا ما بدأنا بين بعض بحل بقلع الأشواك باقتلاع الأشواك اللي هي فينا واللي زرعوها كمان السلطات الحاكمة. يعني الطائفية ما ولدت من الماضي، زرعوها مشان يحصنوا يقسموا الشعب ويحكموا وما كانت دائما موجودة. يعني أنا برأيي ما كتير نسود الصفحة. يعني الشعوب كلها عم أقول أنا والعرب منهم والكرد منهم كل الناس اليوم تطلعاتها أنه تعيش بمعايير العصر. ما حدا جاي عباله أنه يرجع للجمل بدال السيارة ويرجع للقبيلة بدال ما يعيش بدولة بتحتمله كرامته وبتسمح له أنه يتطور ويتطور أولاده وطب وصحة وإلى آخره وتعليم. بقى هذا كله شيء من الماضي. الناس نزوع الفرد اليوم بالعالم كله نحو الأمام، نحو الحضارة، نحو التقدم. اللي بيمنع من هالشيء هو النظم اللي بتستخدم بتعيد إحياء مشان تبقى بالسلطة ومشان تقسم الشعب، بتعيد إحياء الخلافات والنزاعات حتى بين القبائل، حتى داخل القبيلة نفسها بين شيخين بتحط واحد ضد الثاني بسوريا. يعني مفهومي شغل المخابرات بيشتغل بزج الناس في قتال حتى لا يستطيعوا أن يوحدوا قوتهم ويسقطوا النظام ويحطوا نظام جديد. إذن الطريق هو أنه نحن نفهم كسوريين، كعرب، كل العرب والسوريين ومنهم يفهموا أنه ما في حل إلا إذا نجحنا أنه نفتح حوار بين بعض ونتوصل لحلول نحن كمجتمع متبنينا وصانعينا بأنفسنا. ساعتها بنحسن نكون قوة قادرة على إسقاط النظم الراهنة سواء بالعنف ولا بلا عنف ولا فرض أنفسنا كشعوب وليس كطوائف وليس كأعراق، كشعوب يعني كمواطنين بدهم يعيشوا ضمن دولة بتحترم حقوقهم وواجباتهم وبتساوي بيناتهم وبتوعدهم بأنه تقدموا تحسن أحوال البلاد مشان يصيروا يعيشوا مادياً وثقافياً وعلمياً واجتماعياً على مستوى العصر ومثل المجتمعات الأخرى. يعني هذا ما بنحسن نعيش إذا قسمنا البلاد لطوائف صغيرة ولمناطق صغيرة ما حنحسن نحل المشكلة الرئيسية اللي أنا اعتبرتها هي سبب كل الأزمة اللي نحن عايشين فيها اللي هي كسر جدران التخلف والاندراج العملي والحقيقي والمادي والعلمي والثقافي بالحضارة الحديثة. جميل جدا. يعني آخر سؤال عشان طبعا مش عايز نسقل عليك وبقى داخلين هو ساعة وحاجة وثلاثين دقيقة، فممكن نسأل يعني طبعا يعني سؤال عايزين إجابات تلغرافية. لا بس إذا بدك جبني سؤال لا لا في سؤال مثلا يعني واحد نوار من سوريا بيقولك ما موقفك حاليا من العمل المسلح ضد النظام السوري من بعض القوى اللي موجودة داخل سوريا؟ ما في موقف مبدئي من أي عمل نضالي. هذا بتفرض الشروط. يعني أنا ما بعرف بأي شروط، ويعني أنت إذا قلت إيه ممكن تورط ناس بالموت وهني يعني أصلاً اليوم بسوريا كل معارك سلاح، الميليشيات مسلحة والقوى اللي مسيطرة سلطات الأمر الواقع كلها بالسلاح. يعني ما في شيء اليوم سياسي بسوريا إلا مربوط بالسلاح. ما هذا المطلوب؟ المطلوب نخرج من فكرة أنه بالسلاح حسب نوع توجيه السلاح بنحسن نتجاوز أزمة بعمقها هي أزمة سياسية وفكرية وإيديولوجية. يعني نحن السوريين بدنا نرجع نعمق التفاهم بيناتنا بعدين ساعتها منقرر شلون بنحمل السلاح ما بنحمل السلاح. هذا ما بيعني أنه في ناس ما حيحملوا السلاح، في ناس حاملين السلاح هلا. يعني شيء طبيعي الرد على العنف بالعنف مثل ما هو قائم بكل البلدان. بس أنا باعتقادي أنه يعني أنا بدي أقول أنه حتى لو نجحوا ناس بالعنف أنه يحققوا بعض المكاسب بدنا نوقع دائما أمام فكرة الانقسام الراهن بالشعب السوري. بدنا نحل مشاكل الانقسام السياسي والفكري والاجتماعي ونكون متفقين فعلا كشعب على أنه نشكل إرادة وحدة ونبني نظام بيحترم الأفراد
بصرف النظر عن انتماءاتهم وأفكارهم، يحترمهم كما هم يعني كبشر، وبيحترم اختلافهم، وبيخلق الإطار. شو هي الديمقراطية؟ الديمقراطية هي الإطار اللي بيسمح للمجتمعات أنه تقبل الخلاف وتحله بطريقة سلمية. أيوة. الديمقراطية ما إلى أي قيمة إلا لأنه بتسمح بتعايش المختلفين وبتعطي وسيلة لحل الخلاف، مش بالقتل، تعطي وسيلة لحل الخلاف بطرق سياسية. هي التمثيل، يعني هي الانتخابات والتمثيل والأغلبية السياسية اللي بتحكم هذا. وإلا ما في حل للخلاف. وإلا لازم كل النظام مثل ما هلأ بيعملوا النظام، ربكم واحد هو الحاكم وبدكم تعبدوا، عمليا هذا هو القائم، وما في خلاف، واللي بيختلف معنا منقتله أو منطرده منهجره. طيب، واحنا بنتكلم في البلكون كنت بقول لك المشاريع الفكريه العربيه وتعليق برهان غنوعي، دي عايزه قاعده، مش ممكن لن اطرح هذا السؤال بس اسحبه ونجعله للجلسه، حتى سواء كنت طالع في لندن نعمله عن بعد وحضرتك بجهاز الكمبيوتر بتاعك، او اجي لك مخصوص والله باريس هنا وناكل اكله سوريه ونقعد معاك في البيت يعني ونسجل مره اخرى. لكن السؤال الختامي لهذه الحلقه هو واحد بس بسيط من خلال كتابك اللي انا يعني اتصفحته بالامس لما حضرتك ارسلته لي، اللي هو سؤال المصير، اهو قدام الكاميرا، قرنان من الايه الصراع العرب من اجل السياده والحريه. في بدايه القرن او نهايه القرن 19 وبدايه القرن 20 في اثنين حضرتك ذكرتهم بالاسم. السؤال طبعا الكتاب اللي قريناه واحنا صغيرين بتاع شكيب ارسلان اللي هو السؤال عنصري، لماذا تقدم المسلمون وتاخر غيرهم؟ جعل القضيه قضيه دينيه، وكانت هذا بداية للإسلام السياسي، يعني من إرهاصاته محب الدين الخطيب ورشيد رضا وكده، وحتى نوعا ما يعني طيار النهضة، ما يسمى بالنهضة الإسلامية، الأفغاني ومحمد عبده وقبليهم الطهطاوي، كل المجموعة دي. فالسؤال تكثف بأن القضية قضية إسلامية في سوريا وفي مصر، وده اللي خلى القوميين يردوا. مش عايز أخش في تفاصيل كتير، لكن سؤال النديم عبد الله النديم، لماذا يعني ايه تخلفنا وتقدموا والخلق واحد؟ يعني الخلق واحد هو بيتكلم على مسألة إنسانية، فكان عبد الله النديم أكثر إنسانية من شكيب أرسلان. فالمفارقة دي وتكثيف الفكرتين في النهاردة بقى، أنا وده آخر سؤال ونروح نتعشى ونشوف هنعمل ايه. يعني انا بدأت الكتاب ايوه لما ده في اوائل الفصول بالتمييز بين السؤالين. ايوه السؤال الاول سؤال النديم اقدم، يعني النديم لكن المحل ضاع اصبح السؤال حتى كتب بعد كده الندوي الهندي ابو الحسن الندوي ماذا خسر العالم بالحطاط المسلمين، بدا يمشي في هذا الموضوع. واهميه سؤال النديم انه كلمه الخلق واحد، يعني انطلق من فكره انه ما بنفترض انه نحن اقل ولا اكثر من الاخرين، نحن بشر مثل الاخرين. ليش لسنا شعب الله المختار ولا خير أمة ولا كل هذه الترهات؟ وما قال ليش كل العالم تقدم ونحن بقينا، لأنه إذا قال هيك كمان يعني طلعنا بنفس الشيء أنه نحن متخلفين. قال بما تقدم الأوروبيون، يعني بما تقدم فئة محدودة اللي هي مركز فعلا مركز الحداثي، وين اللي طلقوا من النهضة للتنوير. صحيح. يعني شوف ايش الدقيق السؤال لواحد ما كان لا عنده شهادة ولا دكتور ولا بما تقدم الأوروبيون فقط وتخلفنا نحن وغيرنا والخلق واحد ونحن مثل بعض. سؤال إنساني. هذا بيعني شو؟ بيعني لازم نبحث عن الشروط الاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية اللي خلتنا أنا ابني اسمه نديم بالمناسبة، أنا مسميه على عبد الله النديم ده بحبه يعني. ما أنا وقت قرأته يعني أعجبت فيه كمان نفسي. شكيب أرسلان طلع طرح السؤال بطريقة كلها غلط، بس وسبب هالطرح هو إنه إجا الاستعمار. يعني كان النديم عم يفكروا ببلد بفكر بلدان عربية مستقلة. الاستعمار فاجأهم وقطع الطريق على هذا التفكير الحديث الإنساني. أيوة. الإنساني مثل ما عم نقول ذو البعد الإنساني. إذا شكيب أرسلان قال لماذا تقدم أن تخلف المسلمون وتقدم غيرهم، يعني كأنه العالم كله تقدم
ما بقي إلا المسلمين. السؤال متخلف. السؤال طبعا مغشوش يعني بقصد. مغشوش طبعا ما يعني. ما صحيح إنه تقدم المسلمين هن الوحيدين. بل الهندوس غلابة زينا. وكل القارة وأفريقيا ولليوم وأمريكا اللاتينية إلى آخره. فأنا طرحته مشان بيّن إنه شو الفرق يعني نفس الظاهرة. بيطرحها الواحد مثل النديم اللي هو يعني كان مقاوم على كل حال للاستعمار ومعروف شو معروف طبعا موقفه خطيب الثوره العربيه كان لقبه خطيب الثوره العربيه وطبعا من اوائل الناس اللي عملت في الصحافه المصريه والعربيه باطلاق شخصيه وطنيه وثوريه الى اخره وقعد هربان 9 سنين هرب استخبى من الانجليز لما دخلوا مصر وسؤال شكيب ارسلان اللي هو سؤال بدل على الانتفاء الفكري يعني انه نحن رجعنا بدنا نفكر نحن بتاريخنا وبالإسلام ونعيد الإسلام وكذا يعني نسي العوام مش غلط إنه نعيد النظر بتاريخنا هذا جزء من الحدث بس الغلط إنه هل إعادة النظر نعتبرها هي الطريق اللي بده يوصلنا للحدث وننسى العوامل الأخرى الجيوبوليتيكية والاقتصادية والاجتماعية والدولي وقدراته وإلى آخره فلذلك أنا حطيته بالبداية مشان أقول أنه هو السؤال الصح يعني سؤال النديم بيساعدنا أكثر نفهم وهو كتب أنه المؤسسات يعني أنا اللي عم أقوله كتب النديم من هذيك الأيام 1889 أنه نجحوا الأوروبيين لأنه عملوا مؤسسات صناعية ومؤسسات سياسية ومؤسسات اجتماعية وعلمية وإلى آخره يعني فهم بشكل أكبر بكثير الرهان الحداثي انه مش تغير لي افكار الناس معلش اذا غيرتها بس هاي ما بغير الواقع بدك تغير الواقع الناس شروط حياتهم لحتى يزبط تغيير الفكري عندهم وتحسن انهم يحسنوا يستوعبوا ويصيروا كمان هني حديثين فكريا هلا مين اللي بحسن يعمل هالشيء نخبي اول شيء بتكون هي اكثر وعيا واكثر متابعه على اللي عم للتقدم الحاصل في العالم واكثر سيطره على عوامل واليات التقدم اللي عم تجرى قدامهم والا ليش تخبي اذا النخبه بدها تكون رهينه وعي الشعب البسيط ما عاد صارت يعني صارت مداني معناتها هي ما إلى وظيفه ليش بدنا ياكل انتم ولذلك جبت انا كبدايه لطرح السؤال اللي طرحته انه ما الذي يحدد كيف بيتحدد مصير المجتمعات مش انا مجتمع مسلم كل مجتمع شلون مجتمعات العالم اليوم تشكلت اذا ما شفنا القرنين الماضيين وثلاث قرون حتى بدايه الاستعمار واعاده توزيع الدول مين اللي خلق كل الدول هاي خلقت بعد الاستعمار ما كان في مجموعه امبراطوريات وباقي ما في ممالك صغيره وكذا كل العالم الحديث هو صناعة حديثة والمجتمعات اللي عايشي اللي كانت مثل مثلا نحن كنا بالإمبراطورية وحدة الناس تروح من محل لمحل ما عنده مشكلة وفي سوق كامل رجعوا شكلوا دول صغيرة هالدول هاي ما عندها نفس الإمكانيات ولا عندها نفس الموارد ولا عندها نفس العلاقات الاجتماعية فصار في شو بدي أقول أنا تفتيت للموارد وتشتيت للموارد واحد كاتب لو مسك الاخوان المسلمين الحكم في سوريا اول واحد هيتعلق على المشنقه حضرتك معلش انا ما واحد كاتب كده من الاخوه يعني هم ممكن يكونوا يعني الاسلام السياسي ممكن يكون يعني مرحليا بس بيغاز للتيارات المدنيه وبعد ما يوصل للحكم هيبطش بيهم ما لازم نعمل من الإخوان المسلمين فزاعة مثل ما عم يعملوا من الإسلام الغربيين اليوم مشان بسبب عنصريتهم ضد المهاجرين ومثل ما عم يعملوا النظم الحاكمة العربية مشان يغطوا على استبدادهم ويقولوا إذا رحنا نحن ما في إلا الإسلاميين لكن هو لازم يكون حريصين صحيح هم مش أنا بنقد الإيديولوجية الإسلامية ما بنقد الإيديولوجية الشيوعية ولا الإيديولوجية القومية يعني هاي إيديولوجيات كلها يعني من نفس النمط فاسدة بس ما بعمل منا المشكلة الأساسية والمركزية لأنه إذا عملت منا غطيت على المشاكل الرئيسية الأخرى بس هو يعني هو برضو إحنا عايزين يبقى إيه بيسموها إيه رمانة الميزان عدم عملها فزاعة أكتر من اللازم لكن برضو عدم الاستهانة في نفس الوقت لأن الاستهانة أدت إيران قدامنا وفي نماذج قدامنا
من وأفغانستان ونظم واليمن وليبيا. يعني في نوع يعني في نماذج. يعني احنا ما بنتكلمش على فزاعه وهميه، لا في فزاعه حقيقيه. يعني فاحنا ازاي يعني مش خارج نمسك العصا من النص. الاسلاميين مش خارج النقد بس عم اقول لك مش تبرر فيهم انت اخطائك. يعني لا انه نحن كمثقفين نبرر اخطائنا بيهم، ولا النظم كمان تعطيهم فرصه انهم يبرروا اخطاء، يبرروا سياساتهم اللا شعبيه والفاسدي، يبرروها يغطوها بقصه انه في خطر الاسلامي. جميل جدا استاذنا العزيز، وارهقناك وتعبناك وان شاء ونخرج نشوف هنعمل برنامجنا ايه في هذه الليله. ويعني انتظرونا قريبا من صالونات الانسانيين بالعربي. هنرجع فرنسا تاني قريبا ان شاء الله، او ممكن عبر مش الاقمار الصناعيه، عبر الانترنت وليس الاقمار الصناعيه. وسنذهب الى لندن وستوكهولم وكوبنهاجن واوسلو قريبا جدا، يعني تحديدا من يوم 16 ل 21 ليوم 16 19 في كوبنهاجن، و 19 22 هكون في ستوكهولم، ثم بعد ذلك اوسلو، وبعد ذلك اعود الى لندن مره اخرى. ويعني اقول قولي هذا، واشكر الدكتور جزيل الشكر، وكثير من الناس بيشكروا حضرتك. وانا بشكركم على الله يخليك يا دكتور. وطبعا على وعد اهو الدكتور امامكم، وانا اشكركم على لقاء بعيده بقى عن السياسه ومشكله الثوره السوريه، نتكلم في مشاريع كيف يقرأ برهان غليون، الجبري، طيب تزيني، حسن حنفي، الأسماء اللي عملت مشاريع، وهذه المشاريع يعني بعضها ذهب أدراج الرياح وأصبحت أكواما من الكتب من الورق الأبيض المحبر، وليست الكتب لأنها فقدت الفاعلية. هل يمكن إحياء بعض هذه المشاريع؟ هل يمكن بناء عليها ولا ايه الإجابة؟ خليها طبعا ده لو فتحنا السؤال ده يبقى ايه، مش هنتعشى ولا هلحق الاتوبيس بكرة الصبح. يلا يومكم سعيد، بونجور باعتبارنا في بلاد الفرنسيس. هلا بونسوار مش بونسوار. بونسوار يعني هو بونجور يوم سعيد، يعني ممكن تمشي يوم سعيد. هو يوم سعيد، نهار سعيد ومساء سعيد، ونحيي سميرة سعيد كمان. تحيات للجميع. تحيات للجميع.